السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في ورشة جديدة من ورش إيمرج أفريقيا بالعربي. الصوت واضح عندكم إن شاء الله؟ دكتور جلال سامعني؟ إيه سامعك، واضح الصوت. أهلا بيكم في ورشة جديدة من ورش إيمرج أفريقيا بالعربي. شرفني إن إحنا نكون النهاردة موجودين مع دكتور جلال. دكتور جلال سيف الدين أمين الجابر، هو يعتبر من أحد المدربين المتخصصين الموجودين معانا في مجلس أفريقيا بالعربي على طول، ونشرف بيه دايما على طول موجود معانا. دكتور جلال هو متخصص في مجال تكنولوجيا التعليم، وله خبرات كتيرة في التدريس والتدريب، وهو أصلا صاحب شركة متخصصة في التعليم تحت عنوان صناعة تفوق للتعليم والاستثمار، بالإضافة إنه مدرب متخصص في مساق التدريب في منصة رواق والتعليم المدمج، وكمان موجود معانا في إيمرج أفريقيا بالعربي، نشر بيه وجوده على طول معانا. النهاردة احنا بنعمل حاجة جديدة، يعني لأول مرة بتحصل، ان وفق طلب كل الحضور الكرام احنا بنعمل ورشة وهندي شهادات عليها. الشهادات اللي احنا بنتكلم عليها دي هتكون من إيمرج أفريقيا، بس لينا بعض المعايير اللي احنا حاطينها في إيمرج أفريقيا بعد ما عملنا اجتماعات، وحتى اتكلمنا مع الدكتور جلال إن مش هتبقى الشهادة بعد كل ورشة، هي هتبقى شهادة بعد الثلاث ورش إن شاء الله، اللي هم تحت عنوان أو تحت مظلة ضمان جودة التعليم الإلكتروني أو ضمان جودة تصميم المقرات الإلكترونية. هيبقى معانا ورشة كل أسبوع، كل نهاية كل آخر أسبوع في كل شهر من الشهور القادمة، اللي هي شهر 7 زي النهاردة، وشهر 8 وشهر 9. هيبقى مطلوب من كل حد من الحضور الكرام إن هو يكون حاضر معانا الورشة كاملة، هيأدي المهام اللي الدكتور جلال يطلبها، هيأدي بعض الحاجات اللي تطلب من إيمرج أفريقيا، بحيث إن إحنا متابعين الحضور نبقى عارفين كلنا كل حاجة. بالإضافة إن الشهادات هتبقى موجودة إن شاء الله، والورشة الثانية هتبقى في نهاية شهر 8، في آخر أسبوع في شهر 8، والورشة الثالثة هتبقى في آخر أسبوع في شهر 9. فكل الحضور اللي هيحضروا موجودين معنا. رابط اليوتيوب يا جماعة هو الرابط اللي موجود بتاعنا بتاع إيمرج أفريقيا، أنا ببعته لكم على طول في الميل. فياريت يا جماعه كلكم تعملوا سبسكرايب على القناه وتشاركوا معانا ان شاء الله على طول، وهبعت حالا دلوقتي. حضور اليوتيوب لا يحتسب معايا معلش في الوقت الحالي، لان احنا بنحتاج ان الحاضر يكون موجود معانا في الورشه، ويكون لان في تسجيل خاص بالورشه، وتاني حاجه في تقييم هيتبعت، وفي شغل تاني ان الدكتور جلال هيبقى موجود متابع. ارجو ان انا اكون جاوبت على كل الاسئله اللي موجوده عندكم. شرفني النهارده ان الدكتور جلال هيتكلم في موضوع مهم جدا جدا. الموضوع ده هو يعني انا بحتسبه ان هو من اهم الحاجات اللي احنا محتاجينها في الوقت الحالي بعد جائحة كورونا، ان انت ازاي تصمم مقرر رقمي بطريقه تبع المعايير بتاعه ضمان جوده التعليم الالكتروني. وتحت العنوان اللي احنا هنشتغل ده هو تصميم مقرر رقمي وفق نموذج تصميم تجربه المتعلم، اللي هو Learner Experience Design، عشان ندعم إمكانية الوصول وسهولة الاستخدام. أنا دلوقتي هترك وأسيب المايك للمبدع معانا دكتور جلال سيف الدين، على طول هسيب له إن شاء الله الورشة، ونشرف بالدكتور جلال معانا على طول. وشكراً وتقديراً لكل الحضور الكرام، وشكراً تقدير موجه ليكم من إيمرج أفريقيا بالعربي، وإن شاء الله نكون مستمرين مع بعض على طول إن شاء الله. دكتور جلال المايك مع حضرتك. شكراً. بس دقيقة هذا الشير، أنا مع حضرتك. بس الشير بدي أشير مرة ثانية. بالنسبة أنا عاوز بس أنبه على حاجة صغيرة يا دكتور. الدكتور جلال بالنسبة لعملية الأسئلة أو التوجيهات الأسئلة، بالنسبة للشات يا ريت الشات يبقى على العام، بالنسبة للأسئلة تبقى على العام ما تبقاش على الخاص بالنسبة للدكتور جلال. تاني حاجة بالنسبة للأسئلة، هنفتح باب للأسئلة بحيث إن هتبقى مثلا في الجزء اللي يحدده الدكتور جلال، عشان بس ما يعملش قطع الحبل الافكار الخاصه بالنسبه له. ساعه ما يقول لي ان شاء الله نفتح باب الشيء نبدا اسئله، هنرتب باب الاسئله، كل واحد يرفع الهاند بتاعه ريز هاند، ونشتغل مع بعض ان شاء الله، بحيث ان الورشه كلنا نستفيد منها ونتعلم منها ان شاء الله عز وجل. شكرا ليكم، ويا رب نكون ضيوف خفيف عليكم، وباذن الله دكتور يعني جلال يعني مشكورا على وقتك، وهترد لحضرتك المايك دكتور. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طبعا للجميع. ابتداء يعني بدي اشكر منظمه الميرج افريكا هذا اللقاء الثالث معهم. سبق انه التقينا مع لقاءين في التدريب، وهذا اللقاء الثالث
طبعا الدورات القادمة دورات كلها مبنية على بعض. احنا آخر دورة يعني عملناها قبل شهر تقريبا كانت في تصميم المقررات الرقمية ومعايير جودتها. الآن إن شاء الله اليوم راح نتكلم على موضوع يعني مكمل لمعايير الجودة. طبعا اللي كان حاضر معنا المرة الماضية بيعرف احنا تكلمنا على المعايير الجودة الثمانية اللي تابعة لمنظمة كواليتي ماترز. اليوم بجوز التركيز راح يكون أكثر شيء على يعني المعيار الثامن، وهي يعني اللي بيسموهم الاكسسبيليتي اند يوزبيليتي، اللي هي يعني إمكانية الوصول وسهولة الاستخدام. وأنا تكلمت في نهاية المحاضرة الماضية إنه هذا مع وجوده يعني المعيار رقم 8 إلى إنه يعتبر الحقيقة كل تصميم التعليم قائم على الموضوع هذا. فراح يكون اليوم تركيزنا على المعيار الثامن، وراح نشبكه في شيء جديد اللي هم يعني اللي بسموه اليوزر اكسبيرينس ديزاين، وهذه طبعا تصميم تجربة المستخدم من الأمور الجديدة اللي دخلت الآن في التعليم، راح أتكلم عنها إن شاء الله بالتفصيل. سريعا سريعا نعم، ممكن بس أقول لحضرتك حاجة، في حد على الجروب اسمه اس ام كتب اللي هو الانضمام للقناة وبعت رابط على الانستجرام ورابط الانستجرام للدورات. يا جماعة بعد إذن حضراتكم محدش يتكرم إن هو يبعت أي رابط، ما تنسلش إيميرج أفريكا، واللي عايز يبعت حاجة يكلمني مباشرة. وأولا الرابط اللي موجود على الانستجرام ده لا يمثلنا، ولو تكررت أنا متأسف إن أنا هحذف الدكتور اس ام ده من على الجروب، لأن ده لا يمثل سياسة إيميرج أفريكا. لازم إن إحنا كلنا نكون محترمين للمكان اللي إحنا موجودين فيه يا جماعة، ان احنا بنمنع العلم، لا على الاقل يكلمني بحيث ان هو ما حدش ينشر روابط تبقى غير معبره عن اتجاهات ايمرج افريكا. شكرا ليكم واسف للمقاطعه دكتور، والمايك مع حضرتك. ما فيش مشكله ان شاء الله. الان بالنسبه لل طبعا التعريف في المحاضره بشكل سريع، انا يعني مدرب على منصه رواق، قدمت اكثر من مقرر مشهور تقريبا الفليب ليرنينج، كان معنا تقريبا بحدود 10,000 طالب. عندنا مدير عام لمنصة مساق للتدريب الرقمي، وطبعا مشارك مع الأميرج أفريقيا في ثالث دورة موجودة على المنصة. طبعا ضروري نفهم القواعد قبل ما نبدأ دورتنا. مثل ما حكى الدكتور محمد، إحنا الوقت عندنا إن شاء الله يعني ساعة ونص، قد يزيد يعني بعض الشيء. الأسئلة والإجابات عنها راح نتركها إن شاء الله في نهاية المحاضرة. إن شاء الله نكون خفيفين ظل عليكم يعني في الوقت، ومر علينا يعني بطريقة سريعة جدا وطريقة خفيفة. عندنا بدنا نجهز مع بداية الدورة الأفكار، ضروري جدا تكون الأفكار عندنا جاهزة. شو عندنا أفكار يعني بنهاية الورشة تنطرح، وعندنا القضية الثانية قضية المايك يكون صالح لل يعني لطرح الأسئلة. الآن في عندنا دكتور محمد كالعادة، بس يعني بدنا نعمل تعارف سريع جدا على سلايدو. بدنا نعرف كل واحد باسمه والتخصص العلمي والمهنة الحالية ومن أي دولة بشكل سريع جدا. تحت أمرك يا دكتور، بياخده. السلام عليكم، معكم محمد الضو، المملكة المغربية، مطار البحث في هندسة العقد. ريت يا جماعه بعد اذن حضراتكم، انا اسف ان كل الحضور، انا هرسل الرابط على الشات عشان كله يتكلم ويكتب على ريتها ان شاء الله. ما حدش يفتح المايك الا بعد ما الدكتور يذن بس او رفع الايد بعد اذن حضراتكم. فهمت؟ الرابط اللي احنا بعتناه ده هو الرابط اللي هندخل من خلاله. يا ريت يلتزم الكل في الأمور المطلوبة، يعني تعريف سريع، التخصص العلمي، المهنة الحالية من أي دولة بشكل سريع جدا،
حتى نشوف يعني التنوع الموجود. هي بدأت المشاركة تيجينا. عندنا خلف دعيس مهندس كمبيوتر من فلسطين، أهلا وسهلا. عندنا عمر السنوسي من مصر، أخصائي ما شاء الله تكنولوجيا تعليم، ممتاز. في عندنا دعاء من instructional design من مصر، أهلا وسهلا. أندرا حيدر من السودان، أهلا وسهلا. عندنا هبة غريب حسين من دعاء الأتاسي، أسامة أباضة برضو عندنا مترجم، دعاء الأتاسي من السعودية، ما شاء الله في تنوع. عندنا إناس يوسف، عندنا انتصار، عندنا أماني من اليمن، ما شاء الله. عندنا من الإمارات ما شاء الله، زينب شريف عندنا من دولة مصر برضو، أهلا وسهلا. عندنا أماني الكلالي من اليمن، أهلا وسهلا باليمن. انتصار عندنا معلمة لغة عربية من مصر، وطبعا كانها بالإمارات. طيب مين عندنا كمان؟ رامي سعيد، دكتوراه هندسة اتصالات، ما شاء الله. أحمد سعيد، ليسانس اللغة العربية، كلية دار العلوم مصر. أحمد عياش، السعودية، معلم، أهلا وسهلا. ولا أزعيتر، لغة إنجليزية وأدابها فلسطين، ما شاء الله. يعني تنوعنا اليوم في الوطن العربي إن شاء الله يكون يعني رائع جدا، والكل يعني يستفيد ما شاء الله. طيب ما شاء الله التنوع دكتور محمد موجود عندنا في التخصصات وموجود عندنا في البلدان، وهذا يعني 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 نقطة تحسب للمنظمة إنها يعني قادرة تجمع يعني هاي الأعداد من الوطن العربي. طيب نرجع للشير تاعنا. تجهيز. إن شاء الله اليوم إحنا بورشتنا الهدف العام منها رح نتكلم على تصميم مقرر رقمي وفق نموذج تصميم تجربة المتعلم اللي هم بيسموها Learning Experience Design، ورح نركز على قضية إمكانية الوصول وسهولة الاستخدام. طبعاً إمكانية الوصول وسهولة الاستخدام إن شاء الله رح أشرح إيش المعنى يعني الشامل لهذا المفهوم. طبعاً الأهداف التفصيلية عندنا رح تكون، رح نعرف بتصميم تجربة المستخدم اللي هم بيسموها User Experience Design، وراح نتكلم على أهم المبادئ المتعلقة بتصميم تجربة المستخدم وكيف ندمجها في عملية التعلم. وبعد هيك راح نتكلم على قضية معايير الجودة وكيف معايير الجودة عندنا بتحسن تجربة المستخدم والمتعلم. هذه تقريبا المقدمة اللي عندنا موجودة. قبل ما نبدأ في يعني في الدورة الحقيقة أو الورشة، عندنا مفاهيم مهمة جداً لازم نفهمها. طبعاً User Experience Design من المفاهيم الجديدة، هو بالغالب يعني كان في الماركتينج في التسويق. الآن في كثير من الدراسات دخلته يعني وأقحمته في قضية قطاع التعليم وبالذات التصميم الرقمي. طيب أول نقطة بدنا نفهم إيش اليوزر experience. أول شغلة بدنا نفهم شو معنات تجربة المستخدم. تجربة المستخدم بدنا نفهم إيش المعنى تاعها وإيش المصطلح هذا. وأنا يعني حكيت إنه هذا المصطلح أول ما بدأ بالتسويق، لذلك راح تلاقوا هذه المصطلحات أكثر ما هي موجودة بالتسويق. الآن إحنا حقيقة كثير من الدراسات مثل ما حكيت دخلت الآن ودخلت هذه المصطلحات في قطاع تصميم المقررات الرقمية. خلينا نفهم إيش المصطلح هذا في البداية، وبعد هيك نشبكه في التعليم نفهمه بشكل ممتاز جدا. الآن إحنا عندنا ثلاث يعني أكواب، الكوب الأول والكوب الثاني والكوب الثالث. الكوب الأول كوب شكله جميل، مرتب، منظم، لكن في مشكلة فيه اللي هو مسكة اليد.
مسكة اليد، راح نشوف انه مسكة اليد الايد هنا حقيقة فيها اشكالية. تمام؟ اذا الكوب جميل ومرتب ومنظم، لكن عندنا اليد اللي بنستخدمها يد صغيرة، فهذه ممكن تمنع سهولة الاستخدام بالنسبة للمستخدم. هذا واحد. الكوب الثاني عندنا بنلاحظ انه كوب يده يعني صالحة، شكله متواضع جدا، لكن الإيد عنده كبيرة، فبالتالي أنا بقدر أمسكه وأشرب فيه، لكن إذا انكسر غير ما أشوف عليه. تمام؟ تعالوا خلينا نشوف الكوب الثالث. الكوب الثالث عندنا كوب جميل جدا، أنيق. تمام؟ إيده ممتازة، شكله رائع جدا، لكن بضل عندنا المشكلة، ما هو المحتوى الذي سيكون داخل هذا الكوب؟ هل هو يعني راح نستخدم الكوب هذا في شغلة حلوة؟ العصير راح يكون إيش نوعه؟ إلى آخره. وهذه الحقيقة المثل تعالوا نطبقه في أي مقرر رقمي. إحنا بالمقررات الرقمية بنحتاج ثلاث شغلات. الشغلة الأولى إنه لازم يكون سهل الاستخدام، لازم يكون المقرر الرقمي اللي إحنا مصممينه لازم يكون سهل الاستخدام على الطلاب، سواء طلاب المدارس أو طلاب الجامعات. الشغلة الثانية لازم يكون المقرر شكله جميل، بيفتح النفس، تمام، بيحبه الطالب. القصة الثالثة قضية المحتوى. المحتوى لازم يكون محتوى ذات قيمة ومفيد للطلاب. فهذه فكرة يا جماعة المبدئية لليوزر إكسبيرينس، تجربة المستخدم قائمة على الثلاث هذه الأمور. أول شغلة لازم تكون سهلة، لازم يكون شكلها جذاب، والشغلة الثالثة بتعتمد على المحتوى، إنه يكون المحتوى قوي جدا. طيب، في عنا دكتور محمد. يا دكتور، دكتور محمد، دكتور محمد. أيوة دكتور. في عنا لوحة أسانسيل أو لوحة مصعد. تمام. الآن المصعد هذا شكله أنيق، مرتب يعني منظم، وأزراره جميلة جدا، لكن لو حكينا لك يا دكتور اضغط على الزر رقم 5، تمام؟ وبعدين قلت لك اضغط على رقم 12، بعدين قلت لك اضغط على رقم 14، شو راح تلاحظ؟ هو أول 5 أول صف على الناحية اليمين، على ناحية الشمال بالنسبة لي. 12 ملخبطة. أها، يعني إحنا عنا مع التصميم الجميل لللوحة إلى إنه إحنا عنا صعوبة بالاستخدام. صعوبة إيش؟ بالاستخدام. هذه نقطة مهمة جدا اليوم رح نشتغل عليها. الآن طيب بتقولوا لي طب هذا شو دخلوا في المقرر الرقمي؟ هذا صلب العمل في المقرر الرقمي. لذلك إحنا المرة الماضية ركزنا على معايير الجودة في الكواليتي ماترز، حكينا إنهم بيركزوا على قضية الالايمنت، الانسجام. الانسجام يعني المقرر لازم يكون سهل عند الطلاب، يعني لا يعقل إنه الهدف ما إلوش تقييم، الهدف ما إلوش نشاط، الهدف ما إلوش أداة تكنولوجية، الهدف غير مرتبط في قضية المحتوى. فلذلك اليوزر اكسبيرينس ديزاين مهم جدا، انه احنا كيف نصمم مقرر رقمي يتميز بالسهوله. فهذا المثال مثال تقريبي. في عندنا تصميم جميل، انت ممكن امرار مقرر رقمي يكون مصمم مع محترفين في الديزاين، لكن الطلاب عندهم مشكله بقضيه الوصول للمحتوى، عندهم مشكله بقضيه التفاعل معه. فهاي نقطه مهمة جدا لازم نكون احنا فاهمينها. اذا عندنا المصطلح الاول اليوزر اكسبيرينس. اذا اليوزر اكسبيرينس هو التاثير النفسي اللي بيشعر فيه المستخدم كنتيجه تفاعله واستخدام النظام، برنامج او منتج، مع مراعاه ان التفاعل مع المنتج يتضمن النظر والتفكير والاعجاب بالمنتج. اذا التاثير النفسي هو اليوزر اكسبيرينس. يعني انا استخدمت اليوم مقرر طلعت فرحان فيه، مبسوط، أقول والله هذا المقرر إنه مقرر إنه استفدت منه. تمام؟
فلما يتفاعل المتعلم مع المقرر شو انطباعه النفسي؟ ايش في تفكير له؟ تمام؟ هل هو طلع مع المقرر بيقول والله احنا ما تعلمنا من هالمقرر؟ فهذه نقطة مهمة جدا، لازم نفهم المصطلح الأول. إذا المصطلح الأول عندنا اليوزر اكسبيرينس، 68% من مستخدمي المواقع يغادرون الموقع بسبب رداءة تصميم تجربة المستخدم فيه. تمام؟ وهذه كمان أنتم بتعرفوا الآن في كثير من الطلاب في مقرراتنا حتى في الجامعات أو في المدارس بلاقوا عندهم مشكلة. كثير من الطلاب بيدخل على المقرر ما بيرجع. تمام؟ أغلب التحليلات بتقول إنه 68% بيقول لك من مستخدمي المواقع، حتى مستخدمي المواقع التعليمية، بيطلع من الموقع، تمام؟ لأنه تجربة المستخدم فيها مشكلة، ما هي مميزة لا بالسهولة، تمام؟ ولا بإمكانية الوصول. فبدنا ننتبه. في عندنا مصطلح ثاني اللي بسموه اليوزر اكسبيرينس ديزاين، اللي هو إحنا منصمم تجربة المستخدم، تمام؟ اسمها تصميم تجربة المستخدم. لما منصمم تصميم تجربة المستخدم معناها يا جماعة التركيز كله على مين؟ على المستخدم اللي احنا بنسميه المتعلم عندنا في التربية. إذا الشغل كله لازم يكون على المتعلم، ما بيصير أنا أصمم بواد والطلاب بواد، تمام الوضع؟ ما بيصير. كثير من الدكاترة الجامعيين والمعلمين بيصمم، بعد ما يصمم بتفاجئ انه الطالب ما تفاعل مع الماده. دكتور جلال، نعم، انا بقرر اعتذاري لمقاطعه حضرتك حاليا، بس معلش الاستاذه خلود ومن قبلها اكتر من حد تاني ما حدش بيلتزم بالسياسات الورشه من حيث نشر بعض الروابط الخاصه بيهم. يا جماعه اللي عايز ينشر روابط ينشرها لي، قول لي وانا هعملها له لو يسمح سياسه المكان. ما ينفعش كده يا جماعه، انا هضطر اسف ان الدكتوره خلود اعمل لها ريموف لو اتكرر الموقف ده. محدش ينشر روابط خلاف الروابط اللي بتمثل ايمرج افريكا، عشان ما يبقاش انا بنشر سياسه غلط. لو اتكررت الموقف بعد كده باذن الله دكتور جلال هضطر اسفا ان انا هعمل حاجات تانية. طيب سيدي انت اللي بدك يعمله، بس احنا خلينا نركزوا معنا لانه شويه المصطلحات بدنا يعني خليهم مركزين بس شوي معي. الان اليوزر اكسبيرينس ديزاين الان اتفقنا عليه. الان خلينا نشوف التجربه هاي. يوزر اكسبيرينس ديزاين معناه تصميم تجربه المتعلم، تصميم تجربه المستخدم، تمام. الان خلينا نشوف الصوره هاي الموجوده عندنا. راح نلاحظ انه التصميم الرئيسي اللي صممته الامانه او صممته البلديه واضح بالصوره، لكن راح نشوف انه اليوزر اكسبيرينس راح بطريقه ثانيه. ما عجبه التصميم، ساعب حاله وطلع بطريقه اخرى. وايش السبب؟ لانه احتياجات المتعلم او احتياجات اليوزر لم تراعى. وهي قضيه كمان يعني مهمه جدا لازم كنا منتبهين لها لما نصمم المقرر الرقمي. انا ما بصممه لنفسي، انا بصممه لطلابي. فاذا انا ما راعيت احتياجاتهم راح يكون عندنا مشكله، ومشكله كبيره. فشوفوا الان الديزاين الرئيسي كيف كان، لكن اليوزر راح طلع على مكان اخر. هنا عندنا علبة الكاتشب معروفة، عندنا تصميمين. التصميم الأول عندنا القديم، تمام، لكن كان في إشكاليات كثيرة جدا حقيقة هذا التصميم. الآن طوروا عليه نتيجة الفيدباك اللي أخذوه من مين؟ من المستخدمين. فعندنا النموذج الأول اللي بسموه designing the product، بعدين عندنا designing the experience، يعني بناء على التجربة، بناء على التجربة وأخذ التقدير الراجع عند المستخدمين تم تطوير المنتج حتى يكون بشكل أفضل. إذن تصميم تجربة المستخدم قائمة وبتركز على قضية حاجات المستخدم ورغباته، وبتتعمق في عقل المستخدم. واحنا حنشوف كمان شوي انه المستخدم عندنا احنا المتعلم. احنا عندنا المستخدم يا جماعه متعلم، تمام. فراح نشوف انه الفكره كلها انه في فتره التصميم راح يكون عندنا التركيز على مين؟
على المتعلم بالدرجة الأولى. طيب الـ Learning Experience Design، إذا عندنا أول مصطلح كان الـ User Experience، بعدين عندنا الـ User Experience Design، المصطلح الثالث اللي الآن راح نشتغل عليه اللي هو إحنا يعني بيهمنا كتربوية، تمام، اللي هم يسموه الـ Learning Experience Design، وهو مشكل بين قضيتين الـ Instructional Design والـ UX اللي بيسموه الـ User Experience. طبعاً البعض بيخلط بالمفاهيم، البعض عنده خلط بالمفاهيم. الآن كمان شوي إن شاء الله راح نشوف الفهم الرئيسي لقضية Learning Experience Design، تمام؟ إذن Learning Experience Design عندنا مشكل بين قضيتين Instructional Design والUser Experience، هدول التنتين اللي هم بشكله Learning Experience Design، تمام؟ تصميم تجربة المتعلم اللي هي Learning Experience Design هي عبارة عن مجموعة المشاعر والسلوكيات والأفعال التي تتولد لدى المتعلم بناء على استخدامه على أحد أنظمة إدارة التعلم أو دراسته لمقرر رقمي. الآن طلابك لما درسوا مقررك الرقمي اللي أنت عامله على البلاتفورم، إيش انطباعهم؟ هذه النقطة اللي بنتكلم فيها إحنا، تمام. طب احنا عندنا تخصص instructional design، طب ايش بدنا بالLXD؟ دكتور محمد، دكتور، ايوه دكتور، هذا سؤال مطروح. طب يقول لك طب احنا مصممين تعليم، يعني شو بدنا بالLXD؟ learning experience design. الان راح نشوف الفرق بينهم، تمام، لازم نعرف ايش الفرق الموجود بين instructional design واللearning experience design، بدنا نميز بين المصطلحين. عندنا فجوة بين المصطلحين أكيد. نفتح الإجابة للناس على المايك. دقيقة بس، ما بدي حد الآن، بس دقيقة خليني أشرح أنا. شوف يا جماعة، الانستركشنال ديزاين اللي هو معروف، إحنا بنصمم نربط الإطار النظري التربوي مع الجانب التطبيقي، فالعمليات تاعته معروفة. الانستركشنال ديزاين هي تصميم الأنشطة والمحتوى والأهداف إلى آخره، هذا تصميم بنسميه إحنا إيش؟ تصميم التعليم، وإله النماذج المعروفة. أشهر نموذج إله طبعاً نموذج الآدي، مع أنه هذا نموذج قديم طبعاً، أنشئ بال 1975. هذا النظام نموذج، مش نموذج يعني جديد، من النماذج القديمة، وقائم طبعاً على المراحل الكل عارفها بالانستركشنال ديزاين. عندنا المرحلة الأولى مرحلة التحليل، تحليل حاجات المتعلمين وتحليل المحتوى إلى آخره. المرحلة الثانية مرحلة التصميم، تصميم الأهداف، وضع السيناريو. المرحلة الثالثة مرحلة التطوير، مرحلة التطوير اللي هي إنتاج الفيديوهات إلى آخره. المرحلة الرابعة مرحلة جمعها كلها بالأوثرينج تولز. ثم بعد ذلك عندنا مرحلة الإيفاليويشن. مرحلة إيش؟ الإيفاليويشن. لكن لاحظوا لي في المرحلة هاي إنه المتعلم، ترى إحنا متى منجرب عليه؟ متى منجرب على المتعلم؟ بالإيفاليويشن. يعني ممكن إحنا نمر بكل الخطوات ونتفاجأ بالأخير إنه المتعلم لم يتفاعل مع المحتوى، مع إن حللنا الحاجات، تمام؟ وهذه أحد المشاكل الآن اللي عندنا موجودة بأغلب البرمجيات التعليمية. منصمم أحسن برمجية تعليمية، لكن لما ننزلها على السوق بنتفاجئ أن الطلاب مش متفاعلين معها، تمام؟ فإذا هذا النموذج لا شك أنه في إشكاليات، تمام؟ لأنه إحنا مرحلة التجريب عند الطلاب المرحلة الأخيرة، تمام؟ المتعلم عندنا في بعض المراحل مش موجود معنا، ترى. طيب طبعا في دفاع مستميت على النظام هذا، طبعا هو نظام لا شك انه نموذج الآدي نموذج في التصميم وبالتخطيط، لكن عليه بعض المآخذ. وانا هذه الرسمه حمايات للآدي، احنا ما نقدرش طبعا، مصممين التعليم هم اصلا نظام الآدي هو نظام رقم واحد في تصميم اي برمجيه تعليميه، لكن في بعض الحقيقة المآخذ على النموذج
راح أطلع أطرح أنا بعض النماذج الجديدة اليوم في قضية التصميم المقرر الرقمي المعتمد على اليوزر إكسبيرينس. أنا بلاحظ في الآدي إن اليوزر إكسبيرينس مش موجود عندنا طالب كل المراحل، في مراحل غايب عنا، تمام؟ وهذا أحد الأسباب اللي ممكن يعمل لنا يعني بعض الإشكاليات. أنا بذكر بقضية إنه دورتنا اليوم يا جماعة إحنا في تصميم وليس في تدريس، إحنا الآن في مرحلة التصميم ولسنا في مرحلة التدريس، إحنا لسه ما درسنا، تمام؟ إحنا كل شغلنا الآن في الكواليتي أشورنس شغالين إحنا في التصميم، عندنا دورات أخرى، دورة القادمة بإذن الله راح تكون في التدريس، معايير الجودة في التدريس، إحنا الآن في التصميم، كيف نصمم؟ وهي الحجر الأساس في القصة كلها. طيب دكتور محمد، دكتوري؟ أيوة دكتورنا. عملنا بول على اللينكد إن، بدي أعيده بشكل سريع جدا معلش. الرابط اللي حضرتك بعتهولي دقيقة بس، علي على نفس الرابط، على نفس الرابط دكتور. بدنا نشوف ما مسماك الوظيفي بس معلش. مصمم تعليمي، مصمم تجربة متعلم. لا دكتور جلال، ان حضرتك بتتكلم نعم. على اللي هو المعمول على لينكد ان ولا اللي حضرتك لا 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 على نفس الرابط اللي بعت لك اياه في البداية، لا مش على لينكد ان، لا 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 على نفس الرابط تاع الان الشاشة لازم تكون عندهم طلعت على نفس الرابط. Does your job title على نفس الرابط، انا غيرته من عندي. يا جماعة مين عندكم مصمم تعليمي؟ مين عندكم؟ ما شاء الله حلو. مين learning experience design؟ حلو. مين أذر عنا؟ آه حلو. آه آه دكتور محمد معي في الإحصائيات أنت؟ دكتور؟ آه يا دكتور أنا حضرتك. آه عملنا طبعا الاحصائيات الان عندنا ما زال متصدر الاذر، كانه عندنا يعني طبعا تخصصات ثانيه في التكنولوجيا لا شك، انا عارف هذا الكلام، لكن عندنا في المرحله الاولى الان طبعا الاذر متفوق، الانستركشن ديزاين جايب المركز الثاني، الليرنينج اكسبيرينس ديزاين يا جماعه جايب 11 من 46، واحد مصوت. اها هذا دليل على انه فعلا الـ يعني المصطلح حقيقه يعني مصطلح جديد. ها دكتور محمد هو فعلا هو مصطلح جديد، انا مع حضرتك. المصطلح جديد. طيب ها 51 اذر، انستركشنال ديزاين 37%، والليرنينج اكسبيرينس ديزاين يعني حرام عليكم يعني اسم الدوره اقل شيء عندنا اليوم. طيب طيب دكتور محمد لحد الآن الأمور طيبة؟ الحمد لله تمام. يعني في شيء كاتب لك حدا على الشات، في شيء ممكن أوقف فيه ولا أمشي؟ والله إلى الآن كل الحضور تمام، ما فيش غير سؤال من أسماء بتسأل عذرا، هل الدكتور يعني أن learner experience design خاص فقط بالتجربة القيمة القمية أم بالتعليم face to face؟ لا احنا بنتكلم يا جماعه الان بنتكلم على المقررات الرقميه معلش، احنا بنتكلم الان على المقررات الرقميه فقط، يعني هذا شيء اخر. عملنا الاستبانه نفسها على اللينكد ان، عملنا نسختين، نسخه بالعربي ونسخه في اللغه الانجليزيه، كانت النتائج عندنا طبعا قريبه دكتور محمد، قريبه جدا من النتائج اللي طلعت معنا. الاستراكشنال ديزاين طبعا تصدر الموضوع عندنا 68% تقريبا، مصممين تعليميين عندنا، وعندنا 12% كانوا تقريبا learning experience design، والاذر اخذوا 20%. الثلاثه اللي اشتغلوا معنا باللearning experience design هم من مؤسسات حقيقه من الولايات المتحده الامريكيه. كل الداتا العربيه عندنا كلها instructional design، تمام، كلها instructional design، ما وجدت أحد بتكلم في موضوع learning experience design. لذلك والله المادة حقيقة
يعني أخذت مجهود كبير جدا بتجهيزها بهذه الطريقة، لأنه عدد المقالات وعدد الدراسات الموجودة فيها عدد يعني قليل جدا. على العموم هذا جيد إنه إحنا اليوم نتعلم شيء إحنا يعني ما كان موجود عندنا. دكتور، في أحد الحضور، اثنين من الحضور الكرام رافعين إيديهم، نأخذهم ولا مش عارف؟ أنت زي ما بدك، أنت دير الجلسة زي ما بدك يا دكتور محمد. بعد إذنك لو طيب ماشي، هو واحد دلوقتي ممكن الدكتورة ميل أمل السيد، تفضلي المايك مع حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. اشكر حضراتكم طبعا على الدوره القيمه، بس انا في سؤال يمكن وقفني شويه، او على حسب ما انا اعرف او حسب معلوماتي، ما اعرفش حضراتكم صححوني، ان انا علشان اصمم تصميم تعليمي صح لازم يبقى من ضمن المراحل بتاعته مرحله التحليل، ومرحلة التحليل دي أحد أجزائها وأحد خطواتها الأساسية إن أنا بحلل المتعلم واستخداماته، فأنا كده دي مدمجة إن أنا بحلل وفقاً أو بصمم التصميم التعليمي بتاعي وفقاً لاستخدامات أو تجربة المتعلم، ده مدمج طبيعي جداً كمرحلة من مراحل التصميم التعليمي، ما أقدرش أفصله. هل ده صح ولا انا فاهمه غلط؟ لا هو دكتوره صحيح 100%، لكن احنا بالنموذج الادي مشكلتنا وين؟ لا راح نفرق بين، يعني انا معلش الان راح افرق بين المصطلحين هيو جاي الان في السلايد القادم. احنا عندنا الاشكاليه انه صحيح بنحل الحاجات، لكن تعالي انتج الفيديو في مرحله التطوير، وين المتعلم؟ المتعلم غاب عني، لذلك راح نشوف نماذج اخرى، في نماذج اخرى راح نتعلمها اليوم. أنا بعرف إنه نموذج الآدي مسيطر علينا، أنا بصمم على الآدي وكلنا بنصمم على الآدي، لكن حقيقة في بعض النماذج فيها إشكاليات. خلينا نشوف الفرق بين، هو بس معلش يا دكتور عفوا، بس علشان أقدر إن أنا أستفيد من الكورس أو من الورشة بأكبر قدر، ما بقاش أنا تايهة فيه، لأن دي نقطة فاصلة الحقيقة. هو سواء في الآدي أو في أي نموذج تاني، يعني نماذج التصميم حضرتك تعرف أكتر مني إن هم عددهم فوق 200 نموذج تقريبا، فالنماذج كتيرة جدا لكن كلها بتشترك في الحاجات الأساسية. المستخدم الحقيقة ما بيغيبش عني في النص لو أنا مصمم كل خطوات التصميم التعليمي صح، مسكت الاستراتيجيات صح، مسكت المحتوى صح، مسكت الاحتياجات صح، مسكت القدرات العقلية والمستوى التعليمي والنفسي وكل حاجة. فأنا لو محلل المستخدم صح عمره ما هيغيب عني في أي مرحلة من مراحل التصميم، فمش عارفة برضو هيبقى. لكن لحظة يا دكتورة، لحظة يا دكتورة، إنه عندنا الإيفاليويشن في الآدي هو المرحلة اللي بيتقيم فيها المتعلم. أنا بدي المتعلم يكون معي من الموجود معي من البداية. الإيفاليويشن عندنا اللي هي عبارة عن التجريب على المستخدم. خلينا بس أمشي شوي لعله بعض المصطلحات تبين معنا أكثر. أنا في نموذج ثاني راح أطرحه كمان شوي، ممكن الفكرة. خلونا نشوف الفرق بين learning experience design وبين instructional design. instructional design يا جماعة، حتى احنا صحيح حللنا الحاجات، لكن بالغالب تصميم التعليم بينزل بالأخير للمتعلم كبرمجية، فهو المتعلم بالغالب المتعلم ما كانش موجود معي ولو حللت له الاحتياجات. راح نشوف بال learning experience design إنه الآن حتى الأدوات في وقت التصميم إنه التستنج لازم يكون حتى عليه من أول مرحلة من المراحل. فعنا في الانستركشنال ديزاين الفوكس على التصميم، في الليرنينج اكسبيرينس ديزاين الفوكس على المتعلم. هذا أول فرق موجود، إنه التركيز فيه على التصميم، إحنا مصممين تعليميين الآن، في عندنا باللانك يسبينز لا، عند المتعلم لا تكون معي بخل كل خطواتي، تمام؟ هاي بدنا نفهمها الآن إن شاء الله مع بعض الأمثلة بإذن الله بحاول أوضحها يعني بشكل يعني بشكل أكبر يعني. طيب نمشي شوي. في عندنا مبادئ لليوزر إكسبرينس ديزاين بدنا نوظفها في عملية التعليم طبعا، واحنا سبحان الله شغالين الان راح تلاحظوا انه المبادئ هي الموجوده وان كانت في اليوزر اكسبيرينس ديزاين، لكن هي اساس في كل شيء، في انتاج اي مقرر رقمي،
في إنتاج أي مقرر رقمي. أي مقرر رقمي لازم يكون عندنا مفيد، فيه له فائدة أكيد، موثوق الطلاب بيثقوا فيه، مرغوب الطلاب بيحبوه، قابل للإيجاد سهل جداً إن نجيبه، بتميز بإمكانية الوصول وقابلية الاستخدام. إمكانية الوصول صورة الاستخدام، إمكانية الوصول إنه كل طلاب ما بيقدر يوصلوا عليه، تمام؟ ما بيصير مقرر رقمي طالب أصم ما بيقدر يوصل له، طالب عنده مشكلة بالنظر ما بيقدر يوصل له، تمام؟ قابل للاستخدام، بيقدر الطالب يتصفح بكل سهولة، بيقدر الطالب يتفاعل معه بشكل رائع جدا، تمام؟ يتفاعل مع مكوناته أنواع بأشكال التفاعل المتنوعة عندنا. سؤال على السلايد يا دكتور محمد، هل قمت بتصميم أي مقرر رقمي يدعم إمكانية الوصول وسهولة الاستخدام؟ دقيقة واحدة انشر الرابط يا دكتور. دقيقة بس علي بالله، خليني بس أنا أضبطه من عندي لو سمحت لي. تمام. هاي شير. يا جماعة المقررات الرقمية بتصمموا كلكم الآن مصممين، طبعا مع الكورونا كله صار في تصميم على البلاتفورم، هل واحد فيكم صمم؟ تمام. شو النسبة عندنا؟ 100؟ لا. أبعت الرابط دلوقتي حالا يا دكتور. الرابط نفسه هو. أيوه في ناس بتجاوب قاعدة، 5 عندي. تمام. تمام أنا بعته، أنا بعته حالا. جميل. عندنا 9 صوتوا، تمام. 25، تمام. حلو. تسعة وثلاثين، 40 عندنا ما شاء الله. 42. آه جميل جميل جميل. حلو. إن شاء الله. يعني في عدد عندنا ما شاء الله يعني شغال بهاي قضيه التصميم المقررات بقضيه المراعاه يعني الحاجات المتعلمين، وهذا شغل يعني شغله ممتازه جدا. طيب شكرا جزيلا. شكرا. في عنا هنا شغلة مهمة جدا، قاعدة عنا يعني فاكت موجودة، عندما لا تفكر تجربة المستخدم في جميع المستخدمين لا يجب أن تعرض باسم تجربة المستخدم، هذه قاعدة موجودة. لما ما نفكر في جميع المتعلمين بيصير عنا إيش؟ مشكلية، ولا تعرض باسم تجربة إيش؟ المستخدم. إذا إحنا مهمة، قضية مهمة جدا، لما بدنا نصمم تجربة المستخدم لازم نفكر في كل الطلاب، ما بصير نفكر في الطالب القوي فقط، ولا في الطالب الوسط فقط، ولا بالطالب الضعيف، تمام؟ هذه طبعا أبجديات عندنا في التصميم، لكن حقيقة من يعني يقوم بها عدد مش كبير جدا. يعني احنا مبارح كان عندنا يعني مراجعة لأحد المقررات عندنا في أحد الجامعات، الحقيقة التصميم يدوب يدعم تصميم المقرر، يدوب يدعم فئة معينة جدا من يعني من الطلاب. الطالب الضعيف ضايع، الطالب المتوسط يعني ماشي حاله، ممكن يأخذ بعض يعني بعض الأفكار، لكن لاحظنا الحقيقة إنه حتى المقرر مش داعم قضية مش إمكانية الوصول، حتى يعني قضية سهولة الاستخدام. سهولة الاستخدام الحقيقة هذا المعيار الثامن من معايير كواليتي ماترز، اللي هو إمكانية الوصول وسهولة الاستخدام، حقيقة هو الشغل الأكبر عليه. يعني كل معايير الجودة بالأخير راح تنصب في هذا الأمر. حتى لو كان نشاط، نشاط صعب الطلاب يوصلوا له، نشاط صعب الطلاب يفهموه، محتوى تعليمي عند الطلاب الطالب مش فاهم كيف يوصل للمحتوى، مش عارف كيف يتفاعل معه، نظام التقييم مش موجود إلى آخره. بنلاحظ
تصميم تجربة المستخدم بتركز على المستخدم بالدرجة الأولى. الدكتورة قبل شوي بتقول لي طيب إحنا ما نعرف إنه في الآدي في تصميم احتياجات، حقيقة صحيح، لكن ترى على فكرة أغلب التصميم حتى لو حلنا الحاجات بتلاقي المتعلم بالمرحلة الأولى من حل الحاجات بعد هيك بيبدأ يبعد عنا. لذلك حتى الإيفاليويشن إحنا راح نلاحظ في النموذج الآدي وغير نموذج الآدي إنه إحنا بنأخذ العينة بعد ما ننتج المقرر، يعني التجريب على العينة في الإيفاليويشن، فبالتالي ممكن المقرر يطلع في بعض الإشكاليات. على العموم تركيزنا في الليرنينج إكسبيرينس ديزاين قبل ما يطرح وإحنا بنصمم كله على المتعلم. المتعلم هو اللينير عندنا، هو المركز سنتر عندنا في القضية هاي. طيب إذا شغلنا كله على المتعلم، إذا شغلنا كله على المستخدم، حاجات المتعلم بدنا نحللها بشكل ممتاز جدا، بدنا نحلل البيئة، الشغل الأكبر عليها طبعا راح يكون عندنا موجود. طيب كنا ندرس المستخدم، طبعا الأدوات معروفة، مدام الشغل على المتعلم بدنا نعمل عينات. طبعا الشغل على العينات مهم جدا يا جماعة، يعني ما بنأخذ المقرر مباشرة من صممه للأخير، لا، عندنا الدرجة الأولى في قضية بعد ما ننتج العينة من المقرر الرقمي من قبل الطلاب، بندرس المستخدم كويس، بندرس طالبنا كويس، يعني اليوزر اكسبيرينس ديزاين كل شغل فيه على المتعلم، بدنا نفهم كل شيء عنه، بدنا نعرف عنه كل شيء، تمام؟ عدم فهمنا للمستخدم راح يعمل لنا مشاكل كبيرة جدا في تصميم أي مقرر رقمي. حتى نوعية الأجهزة الموجودة عند الطلاب لازم نحللها. اتفاجأنا بعد ما أنتج كثير من البلاتفورم إنه البلاتفورم هذا نفسه مش داعم لبعض الأجهزة، بيشتغل على الأندرويد ما بيشتغل على الـ OIOS. فبدنا ندرس كل شيء عن المتعلم، تمام؟ في عنا أساليب كثيرة جدا ندرس المتعلمين، المقابلات، نقابل الطلاب، الاستبيانات، دراسة المستخدم اللي هي يوميات المستخدم، يوميات المستخدم. وهذه فكرة رائعة جدا إن أنت تجيب بعض يعني بعض الطلاب تسمع منه من ساعة ما يستيقظ من النوم كيف برنامجه اليومي، البرنامج اليومي تاعه، نفهم البرنامج اليومي من الفجر حتى المساء. طب البعض بيقول لك هذه شو بدها تفيدك في التصميم؟ هذه مفيدة جدا في التصميم، لأنه إحنا بتعرفوا يعني بدنا نبعث إشعارات للطلاب، بعض الإشعارات للأسف حتى في المقررات بيقول لك الطالب أنا ما شفتها، أجتني وأنا نايم. عدم دراسة المستخدم، شايفين أنتوا كيف يعني بيعمل لنا مشاكل كبيرة جدا. بدنا نفهم مستخدمنا، بدنا نفهم طالبنا، طالبنا الجامعي، طالبنا المدرسي، بدنا نفهم بطريقة ممتازة جدا عشان نعرف متى الإشعار يطلع له، متى طالبنا بيتفاعل مع المقرر إلى آخره. في عندنا شغلة كمان يعني جميلة جدا بيستخدموها بدراسة المستخدم، واجهات الاستخدام. الناس اللي تخصصهم بتصميم واجهات المستخدم بيستخدموا شغلة اسمها الكارد سورتينج. الكارد سورتينج تخيلوا بيسمحوا للطلاب بجوا عين من الطلاب بيخليهم يرتبوا الأيقونات كيف بدها تكون موجودة بالإنترفيس، يعني وسائل التواصل الاجتماعي إيش بتحب تكون موجودة عندك بالبداية، الفيسبوك، تويتر، الانستغرام، اللينكد إن، بنخلي مجموعة من الطلاب تشارك معنا في قضية الاستخدام، تمام؟ وبناء عليه بيصير التصميم. طبعا هذه يعني مستخدمة بشكل كبير جدا باللي بيستخدموا بواجهات الاستخدام. طيب من الشغلات الرائعة جدا في Learning Experience Design اللي قضية بناء الشخصية الافتراضية، بناء الشخصية الافتراضية. يعني إيش الفكرة بناء الشخصية الافتراضية؟ إنه أنا أفترض افتراضا
نوعيات الطلاب اللي عندي موجوده. طبعا بناء على التحليلات، بناء على طبعا بعض الطلاب، بعض المعلمين والدكاتره الجامعيين بيعرفوا نوعيه طلابهم، فبيبني بعض الشخصيات الافتراضيه الموجوده. الطالب المتميز شو الاهداف عنده، كم عمره، بحط له اسم حقيقي، محمد عمره 20 سنه 18 سنه، الموتيفيشن عنده شو، اللي بيثير دافعيته، وسائل التواصل اللي بيستخدمها بشكل كبير جدا. طيب الطالب الضعيف، الطالب اللي عنده ذوي الاحتياجات الخاصه، عدم وجود شخصيات، بناء شخصيات البيرسونا، احنا بنسميها البيرسونا، عدم بناء شخصيات افتراضيه للمتعلمين ممكن يوقعنا في مشكله كبيره جدا لما يجي ندرس الطلاب. طب هذا يا جماعه بالانستركشنال ديزاين ما بنعمله، هذا مش موجود عندنا في الانستركشنال ديزاين. دكتور محمد، هذا موجود عندنا احنا في الانستركشنال ديزاين؟ دكتور، دكتور محمد، يا دكتور فعليا لا، احنا ما بنعمل شخصيات يا جماعه، احنا مش شغالين على المتعلم، احنا التعليمات وبنصمم وبنعمل الجيمز وبنعمل الالعاب وبنعمل الانشطه وبنقول تفضلوا يا جماعه البرمجيه تعالوا خلينا نجربها. لاحظوا انه المتعلم عندنا في كل خطوه انا شغال معه. طيب اذا البرسونا، البرسونا يا جماعه بتخلينا نعرف ونبني الشخصيات اللي عندنا موجوده. طيب انا امبارح دخلت على مقرر، مش ما فيش برسونا، ما فيش مقرر. طيب النوعيه هاي من الطلاب المتوسطه، وين البرسونا تاعتها؟ الشخصيه اللي انبنت وينها؟ شو وين مقرراها؟ وين الافكار اللي عندها؟ وين الموتيفيشن؟ وين الاهداف اللي بدنا نحقق لها اياها؟ طيب طيب في ناس بيقولوا لي احنا ما بنعرفش نعمل بيرسونا، تمام، في عندنا موقع، دكتور بعت لك الرابط، انا دكتور، دكتور محمد، البيرسونا انا شرحت كل عن البيرسونا، شوفوا هذا نموذج للبيرسونا. طبعا البيرسونا بنحط فيها العمر، بنحط فيها اسم الطالب. للأسف أنا يعني دورت ما لقيت في الإدوكيشن إشي جاهز، أغلبه بالتسويق. أنا بعت ال في عنا يا جماعة الموقع، أنا بعت هذا عنا موقع ال HTTPS W اللي هو هاب سبوت، بتقدروا تعملوا طبعا مجاني build my persona، بتدخلوا بتجربوا، الآن أنا ما معي وقت أجرب معكم، تمام يا دكتور؟ build my persona، تمام. انا ما حضرتك بتحط الشخصيه وبتسحبها بعدين PDF، بتعمل شخصيه مثلا افتراضيه للطالب المتميز، الطالب الضعيف، الطالب الانطوائي، تعمل له شخصيته، تمام، وبتراعيه في وقت التصميم. بعت لهم الرابط يا دكتور؟ تم ارساله على الشات. تمام. الان صممنا المقرر، صممنا المقرر. الآن ترى على فكرة أغلب تصميم التعليم يا جماعة عندنا بنموذج الآدي، أنت بعد ما تخلص المقرر كاملا تعمل له الإيفالويشن. يعني احنا صممنا مقرر مثلا باللغة العربية، روحنا عاملين المقرر كامل وانتهينا منه، بنيجي على مرحلة الإيفالويشن، بنبدأ التجريب على الطلاب. الآن نفرض إنه المقرر هذا الطلاب ما تقبلوا، كم خسرنا من الجهد، كم خسرنا من الأموال. طيب الآن في قضية مهمة جدا عندنا في دراسة المستخدم اللي هم بيسموها usability testing، تمام، وراح نلاحظ يعني سهولة الاستخدام، إنه أنا عملت المقرر، تمام، لكن ايش المقرر اللي عمل؟ هل عملنا احنا كل المقرر؟ شوفوا بتجربة المستخدم احنا ما بنصمم الا على شيء بسيط جدا. يعني اعطيكم مثال، احنا مثلا عندنا مادة اللغة الانجليزية، عندنا 4 مهارات، قراءة وكتابة ومحادثة واستماع. لما اجي اصمم المقرر عندنا في تجربة المستخدم ما بصمم على الأربعة،
باخذ نموذج فقط على الاستماع، بعمل كل المراحل في التصميم تمام، وبعد هيك بعمل اليوزابيلتي تيستينج. يعني انا ما بعمل على كل المقرر، مش نفس نظام العادي. نظام العادي احنا بناخذ التصميم وبعد هيك بنعمل الايفالويشن عليه بعد التيستينج تمام. فاحنا اليوزابيلتي تيستينج بتكون على عينه بسيطه جدا. في عندنا قضيه مهمه جدا بنسميها البروتوتايبنج. بروتو تايبنج، في حدا بيعرفها في التصميم؟ دكتور محمد، دكتور محمد عالشات والله اذا في حدا بيعرفها عالشات، لو في حد عالشات عالشات في حدا بيعرف البروتو تايبنج؟ في حد بيقول النسخه التجريبيه؟ في حدا يوم اشتغل عليها النسخه الاوليه؟ في حد بيقول النسخه الاوليه؟ جميل جميل جميل. عرفتوا شو بنحكي احنا يا جماعه؟ يا جماعه احنا تصميم تجربه المتعلم، بما انها تصميم تجربه فبالتالي انا ما بغامر بكل الشغل في تصميم التعليم، ما بغامر، انا باخذ بروتوتايبنج. بروتوتايبنج معناه باخذ عينه بسيطه جدا وبطبق عليها، وهذه على فكره قليل من الشركات اللي بتشتغل على البروتوتايبنج، اغلبهم بيستنوا الاصدار تينزل. ما بدي احكي لكم قصص خسارات بالملايين صارت لانه انجز كل شيء كل شيء فيها. البروتوتايبنج حكينا عنه، اذا احنا بنصمم على جزئيه في التعليم تمام، وبناخذ التقدير الراجعه وبنطور الامر. طب ليش بنعمل الاختبار هذا؟ حتى ما نتفاجأ بعد ما نخلص كل الشغل إنه المتعلم إيش ماله؟ مش عارف يشتغل على هذا وصار عنده إشكالية. شوف الكاريكاتير هذا شو بيقول لك؟ طبعاً في مراقب جنبه بيسجل معلومات، فمستغرب، بقول أنا والله مستغرب، يعني كيف بيستخدم قاعد المادة؟ المقرر الرقمي هذا أنا تفاجأت إنه الطالب قاعد بيستخدمه بطريقة أخرى. استغربت إنه هذا الطالب قاعد بيشتغل بطريقة غير اللي أنا صممت له إياه تمام؟ فإذا ما فهمنا المستخدم يا جماعة وعملنا له البرسونا واشتغلنا عليه وعملنا له اليوميات تاعته هاي وأخذنا، كنا نصمم مقرر؟ كيف بتصمموا مقررات وإحنا مش عارفين الطلاب ولا عارفين حاجاتهم؟ طيب أفضل من أفضل النماذج للتصميم وأقربها للليرنينج إكسبيرينس ديزاين، في عنا نموذج طلع بعد 2010، نموذج سام اسمه، نموذج إيش؟ سام. دكتور محمد تعمل لي عدشات كم واحد بيعرفه؟ كم واحد بيعرف نموذج السام؟ نموذج، هذا نموذج في تصميم التعليم بس مايل أكثر للليرنينج إكسبيرينس ديزاين. يلا شوف مين بيعرفه؟ إلى الوقت الحالي، إلى الوقت الحالي لا 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 أعرفه، أول مرة أسمع عنه، أول مرة أعرفه، لا أعرفه. أغلب كل ردود حضرتك إن هو لا. طب سيدنا هذا بده دورة، هذا بده دورة، ما دام إحنا شغالين كنا على الآدي لا بدنا نفهم شيء جديد. هذا نموذج سامي اللي طلع تقريبا بال 2010. هذا طبعا حد واحد قال بس واحده اسمها رانيا محط الالقاب بتقول ان انا اعرفه من خلال دراستي لتكنولوجيا التعليم، هي الوحيده اللي قالت الكلام ده. جميل جميل جميل. فكره النموذج هذا دكتور، فكره النموذج هذا بالبروتوتايبنج يا جماعه تزعلوش علينا كثير لانه جينا في اليوم في الانستركشنال ديزاين، ترى انا انستركشنال ديزاين مصمم تعليمي زيكم، لكن حابب نطرح بعض الافكار لانه احنا ما بدنا نضل تقليديين. انا بعد التجربه حقيقه بنصحكم تتعمقوا في الموضوع بالذات اصحاب الدراسات العليا، لا شك انه موضوع اليوم بينفع في الدراسات العليا بينفع يكون يعني رساله الدكتوراه. نموذج السام بدعم البروتوتايبنج، لانه ليه؟ لانه هو بيعتمد انه ما ناخذ كل التصميم، ناخذ عينه من التصميم،
لذلك هو بيعتمد على قضية التصميم الحلزوني. تصميم الحلزوني كيف بيبدأ؟ بيبدأ صغير بعدين بيبدأ يكبر، غير نموذج الآدي يا جماعة. نموذج الآدي من بدايته كبير بظل الإيفاليويشن، نموذج السام عندنا نموذج صغير جدا، نأخذ المحادثة منطبق عليه كل شيء تمام الوضع تمام، بنطلع على المهارة الثانية، بنطلع على الكتابة، منطبق على الكتابة راح نلاحظ أنه في تعديلات صارت على الكتابة، بنرجع على المحادثة ومنطور عليها. فنموذج السام يا دكتور محمد بده دورة لوحده، وإذا إحنا بعد ما نصمم على النماذج القديمة والله إنه كل مؤسسات التصميم التعليمي أنا خسرانة، صدقوني والله. أحد المعارف أنا خبرتك عنه والله خسر 1.5 مليون في طريقة معينة. عادي خلينا نتعلم يا جماعة دوروا على السام اليوم وشوفوا النموذج، جرح تلاقوا أغلب المراجع للأسف كلها باللغة الإنجليزية. دوروا على الليرنينج، دوروا على الليرنينج اكسبيرينس ديزاين، راح تلاقوا كل المراجع باللغة الإنجليزية للأسف. دكتور محمد، دكتور بدي اياك على الهواء معي. ايوه شوف هالرسمه اللي قدامك انا معك. هذا تفصيل، شوف الرسمه الكاريكاتيريه الجميله هاي. ليش احنا بنعمل اليوزابيلتي تيستينج وما بدنا نتاخر فيه؟ ليش انا ما بستنى المقرر؟ يعني البعض الان تيجي الاداره تطلب منه بيقول لك انا بدي مقرر لاخر السنه، روح عامل مقرر كامل. خلينا نشوف الرسمه الجميله هاي. واحد عمل كل شيء، ما عمل يوزابيلتي تيستينج على الطلاب، ولا عارف عن الطلاب، ولا عامل بيرسونا، ولا عارف طلاب وشو هم اصلا. خلينا نشوف الرسمه. الرسمه الاولى اجى الكاستمر شرح الفكره، قال له انا بدي مرجيحه، تمام، شرحها انه مرجيحه حبلين والمرجيحه مرتبه. لما اجى الليدر تاع البروجكت طبعا شرحها الاول انه بدي 3 درجات فيها. راح تاع البروجيكتر شو عامل؟ شرحها انه بمرجيحه واحده. لما اجوا يصمموا صمموها قصوا الشجره وحطوا المرجيحه، هذول تاعون الانستركشنال ديزاين عاد فهموها بطريقه معينه، تمام. والمصممين راحوا لما اخرجوها وعملوا لها الدليفري تاعها وصلوها، راحوا عاملينها على حبل. لما اجوا يصمموا المقرر ويسلموا للكاستمر، اتفاجئوا انه الكاستمر شو بده؟ العجل المربوط بالحبل. شو رايكم؟ عدم وضوح الرؤيه من الاول اساسا بالنسبه، هذه مشكله. لا احنا محللين المستخدم ولا احنا عارفين الكاستمر نفسه لما شرح الفكره ما اخذنا منه كل المعلومات. طب انا كيف اصمم لمستخدم لمتعلم انا مش فاهم شو هو؟ أنا متوقع يطلع لنا العجل المربوط في الحبل. وبالأخير يقول لك يا دكتور أنا مش فاهم. طب ليش مش فاهم يا ابني؟ لا هي صورة جيدة جدا كمان، يعني هي بتعبر عن كل واحد من وجهة نظره والجاب اللي موجودة بين عدم وصول الطلب والفكرة للناس اللي هتنفذ الأيديا دي. ما هو إحنا ليش لما مش فاهمين كيف نصممها؟ لأنه مش فاهمين اللي أمامنا إيش بده أصلا. فالفكرة طلعت خطأ يعني. شو استفدنا؟ كم من المال انفق؟ كم من الجهد ضيع؟ والله انا بعرف بعض الـ يعني الاساتذه الجامعيين يعني مساكين بيقطعوا يعني بيقعدوا فترات طويله جدا في التصميم، لكن صدقوني بدون يعني جدوى عند الطلاب. لما تيجي تشوف الاوت كامز بالاخير مش مصمم المقرر بطريقه صحيحه يا جماعه، مش شغال على المتعلم. شوفوا كيف القاعده بتحكي. تجريب مع 5 اشخاص بيخلينا نحل 85% من مشاكل قابلية الاستخدام، والتجريب مع مستخدم واحد في المراحل الأولى أفضل مع التجريب مع 50 مستخدم في المراحل المتأخرة. طبعا في عندنا طبعا تعون ال learning experience design عندهم مختبرات خاصة فيهم حقيقة، يعني عندهم لابات حتى الاختبار اللي على العينات له طريقة معينة. طبعا هاي الشاشه اللي قدامكم شايفينها ترى على فكره هذا مش زجاج شفاف، هاي عباره عن مرايه دكتور محمد.
دكتور محمد هذه عبارة عن زجاج عشان ما يصير تأثير ولا خوف عند المستخدم، فهو بيجرب براحته، عمل له تيستينج بيشوفه وين وقف، بيشوفه كيف تفاعل، بيشوف ورقة العمل تفاعل معها، بيشوف الفيديو قديش قاعد فيه، تمام؟ شايفين كيف الشاشات؟ هذا شغل احترافي يا جماعة في الـ في الليرنينج اكسبيرينس ديزاين. هذا مش واحد قاعد بيشتغل لوحده، هذا بيشتغل على المستخدم، بيشتغل على المتعلم، تمام؟ بيتفرج على الحركات تاعته كيف يتحرك فيها. الآن طبعا عندنا إشي احنا مهم جدا اللي هي مع اي اختبار عين او اي يعني اللي هم يسموه تحليل المعلومات، تحليل خبرات المتعلم، هذا طبعا موجود عندنا في الموديل وموجود عندنا في البلاك بورد بالكانفاس، موجود كل اغلب. في حدا بيستخدم التحليلات؟ حركة المتعلم بيسموه تحليلات المتعلم، تحليلات خبرات المتعلم. دكتور محمد سجل عندك دورة هاي التحليلات، تحليل خبرات المتعلم يا جماعة، واللي ما بيحلل خبرات المتعلم وحركة المتعلم في الموديل أو بالإكس بالكانفاس وبالبلاك بورد بيكون عنده مشكلة كبيرة جدا. مش معقول منعرفش عن طلابنا كيف يتحركوا في المقرر. إحنا عندنا مشكلة الآن في التعلم الرقمي إنه أنا ما بقدر أتابع الطالب. طب أنا الطالب وجه فيس تو فيس، أنا موجود قدامي، من عارف كيف بيتحرك كيف بيشتغل. طب أنا كيف بدي أتابعه في المقرر الرقمي؟ أنا شو بدريني إيش عمل يعني؟ كيف يتفاعل؟ تمام؟ في عندنا أحد معايير الجودة، أحد معايير الجودة اللي بسموها الإكسبيرينس إي بي آي. هذه من معايير الجودة. منروح على الكانفاس، منروح على الموديل، منشوف هل هو يدعم تحليلات خبرات المتعلم؟ إذا ما بيدعم خبرات المتعلم عندنا مشكلة فيها. طب كيف بدنا نعرف الطلاب كم طالب شاف الفيديو؟ كيف بدنا نعرف كيف؟ كيف بدنا نعرف الطالب شاف ورقة العمل؟ كيف بدنا نحل الوضع كيف بالضبط يا جماعة؟ كيف؟ كيف؟ كيف بتشتغلوا؟ تعالوا الانستركشنال ديزاين جاوبوني الآن. كيف؟ ممكن نشوف. كيف بتحللوا؟ أنا مطلوب مني، أنا متعلم عندي يا جماعة بالديستنس ليرنينج. مش موجود. ما دام مش موجود، كيف بدي أعرف له أنا؟ لما نتعلم في معايير الجودة الاكسبيرينس اي بي اي ونتعلم كيف نحلل خبرات المتعلم بنعرف كيف طلابنا قاعدين بيشتغلوا. احكي لكم شغلة، بنعرف لما نيجي نتعلم على الاكسبيرينس اي بي اي بنعرف الطالب من اي لغة دخل، بنعرف الاوقات اللي دخل فيها الطلاب، الوقت اللي قطع فيه الطالب، طالبنا كم دقيقة قاعد في الفيديو، تمام؟ شو أوراق العمل اللي قرأها؟ شو أوراق العمل اللي قرأها؟ طيب طالبنا قاعد في ورقة عمل دقيقة وطلع منها بسرعة، شو ورقة العمل هاي؟ لذلك هذا علم كبير جدا الآن في معايير الجودة. أول ما نتطلع على أي learning management system على طول ما تروح عنا على الاكسبيرينس اي بي اي. طبعا في دورات عليه كثيره جدا في الانترنت بتدوروا عليها، اللي هم يسموها تحليل خبرات المتعلم، كيف يتحرك المتعلم عندنا، كيف يشتغل. هذا التحليل موجود، اخذته انا اخذت الصوره هاي من منصه رواق من مساقي انا للثريد ليرنينج. كنت شوفوا كيف بيحلل كم طالب خلص الماده، هذا طبعا اللي هي مقدمة المساق فقط الفيديو. كم طالب؟ 42% عندي شافوه. كم واحد كملوا؟ طبعا في طلاب شافوا جزئية بسيطة جدا، في طلاب كملوا. طيب بدنا نقارن الفيديو هذا مع باقي الفيديوهات، بدنا نقارن النشاط التفاعلي هذا مع باقي الأنشطة، بدنا نحلل، بدنا نفهم المتعلم كيف بيشتغل يا جماعة. البعض بصمم وبروح بيقول لك ما أنا عملت المادة، شو عملت المادة يعني؟ إيش يعني؟ عملت أحلى مادة يعني وما حدش متفاعل معها. قاعدة عنا في learning experience design، إذا عارف إنه مادة طلابك ما بيستفيدوا منها لا تعملها. أنت مصممها لمين بالأخير؟ لمين صممتها؟ أنت مصممها للمتعلم، طب المتعلم ما تعلمش منها. لا تقول لي عملت PDF وعملت PowerPoint وكذا، لا، راح نشوف بعض التجارب، نشوف كيف إمكانية الوصول لسهولة الاستخدام، لكن هذا كلام يعني مهم جدا إننا نفهمه.
بعد ما نعمل اختبار قابلية الاستخدام، طبعا هو بيكون على عينة لا شك، بنعمله على عينة. الأحمر عندنا الطلاب مش عارفين يستخدموا المهمة بدي أعدلها، في اللون البرتقالي طلابنا عندهم صعوبة الأول، ما عاد اللون الأحمر خطر عندي، صممت المقر عندي مشكلة فيه. النوع الثاني عندي مشكلة معهم. النوع الثالث الطلاب بيقدموا يعني المقرر بطريق ممتاز جدا جدا جدا. إذا عملنا تجربة المستخدم بنقلل الدعم الفني. الله يعينهم الدعم الفني الفترات الماضية في الكورونا، الدعم الفني يعني ليل نهار شغالين مع الطلاب. لكن لما تعمل تصمم يعني تصمم تجربة مستخدم بطريقة صحيحة بتقلل الدعم الفني، بتقلل خسائر، بتقلل جهد، بتقلل احتمالية يعني إنه الطلاب نبني المنتج بشكل خاطئ، المقرر ينبنى بالخاطئ. هذه تجربة المستخدم، هذا من الـ يعني من مميزات نماذج هاي اللي بتدعم العينات الصغيرة. طيب دكتور محمد، دكتور محمد. ايوه دكتور معاك. احنا كم وقت وصلنا؟ احنا وصلنا دلوقتي بقى لنا ساعة وربع. مش معقول. شوف اللي موجودين ملوا. لو يا جماعة في اي مشكلة عندكم احنا بنكمل. انا الان راح ادخل في الشق العملي، خلاص بكفيني يعني. حكيت ما فيه الكفاية، لكن انا بدون اطار نظري مش راح اقدر اوضح الفكرة يعني. تمام، الناس الحضور الكرام نكمل ان شاء الله. سمير يا دكتور في ملل؟ معك. لا ان شاء الله مش ملل، لو الناس كاتبين مفيش مشاكل نكمل طبعا. طيب يا دكتور مشكورا على وقتك معانا. لا الله يسعدك يا ربي، احنا بدنا اليوم نطلع كلنا بشيء ثاني ان شاء الله باذن الله. ظلت عندنا الفكره النهائيه من ورشتنا اليوم، ربط معايير الجوده تاعت الكواليتي ماترز في النموذج. انا عملته على الموديل، راح أعطي بعض الأفكار البسيطة. أنا سامحوني على التصميم، عملته على عجالة، لكن بدي أبين بعض الأفكار المهمة جدا اللي إحنا يعني نشتغل عليها. المعيار الثامن طبعا تاع كواليتي ماترز اللي هو الأكسسبيلتي أند يوزبيلتي. طبعا أنا حكيت إنه كل معايير الجودة بتلف وبترجع ترجعنا على المعيار هذا. لو إيش ما عملت كله راجع، يعني بالأخير صممنا أحسن مقرر والطالب مش عارف يتعامل معه. إذا فشلت، طالبنا مش عارف يتفاعل، طالبنا مش عارف يقرأ المقرر الرقمي حتى لو عملت له أحسن تصميم. تمام، فبدنا ننتبه على هاي النقطة. تمام، باختصار إمكانية الوصول وسهولة الاستخدام هي الأساس، كل طلابنا يقدروا يدخلوا. باختصار عم بشرح الفكرة، إمكانية الوصول كل طلابنا يقدروا يتعلموا، كل طلابنا يقدروا يتعلموا. وصدقا بعد أنا اطلاعي على الدراسات، صدقوا إنه أغلب الجهد في أمريكا في معايير الجودة على الأكسسبيلتي أند يوزبيلتي، لأنه هذول لهم حقوق. إحنا مشكلتنا في الوطن العربي يعني مثل ما بيقولوا شوي الحق ضايع تاع الفئة هاي، يعني إحنا بجوز النورمال يا دوب مشغلين فيهم، فهذول ضايعين معنا. حتى الطلاب الضعاف والله مشكلة المشاكل معهم. تمام، إمكانية الوصول كل طلابنا يتعلموا، حقهم يتعلموا. تمام، وحقهم يتفاعلوا مع كل مكونات المقرر الرقمي. تمام، ترى بعض البنود في الكواليتي ماترز ومعايير الجودة إذا ما كانت موجودة بتحجب المقرر. يعني أنتوا لاحظوا هذا عليه ثلاث علامات. طبعا إحنا المرة الماضية أنا تكلمت على معايير الكواليتي ماترز وحكيت كيف مقسمين 3 ب2 ب1. الثلاثة بيحجب المقرر، والاثنين اللي هو المهم جدا لإتمام عملية التعلم الرقمي، وعندنا الثالث ممكن استبداله. طبعا هاي القصة بيعرفوها المتخصصين اللي بيسموه البير ريفيور. ما بعرف إذا حدا معنا بالتخصص هذا. دكتور محمد. أيوة دكتور. في حدا معنا بالله بالبير ريفيور. بير ريفيور اللي هو يعني بمراجعة الأقران. في حدا عندنا التخصص هذا؟ لو في حد في حضور الكرام يكتب في الشات يا جماعه. اتمنى والله يكون ناس معنا موجودين في القصه هاي.
لانه هذه كمان بدها دوره بي ريفيور انه كيف قضيه يعني مراجعه المقررات. هاي دكتور محمد من الدورات الهاي كبيره يعني البي ريفيور انه نمسك مقرر ونتعلم كيف نراجعه ونقيمه النجح ولا المتروش، كيف نعمل الامبروف عليه، كيف نحسنه. انا اخذت دوره في البي ريفيور الاتحاد الاوروبي في 2015 2016 طيب. ووصلت البي ريفيور كمان. طيب في حد عندنا بي ريفيور هنا؟ طيب في حد بيقول انا معايا شهاده ان شاء الله مستقبلا معتمده، في شهاده معتمده كممارس، هذه دوره مستقبلا ممكن نعملها ان شاء الله يعني معكم باذن الله. ان شاء الله يا دكتور عندنا نماذج ان شاء الله رائعه جدا راح يستفيدوا منها كل المشاركين، منها تقييم ومنها تصميم ان شاء الله ان شاء الله. طيب خليني ادخل على نموذج الان، نموذج انا عملته واشتغل في قضيه بعض الافكار الموجوده بتصميم اليوزر اكسبيرينس ديزاين وربطها بالاكسسبيليتي اند يوزابيليتي بشكل سريع جدا. هي هذه الفقره تقريبا اللي يعني ضلت عندنا. خلينا نعمل له دكتور جلال، في حد معنا اخ كريم بيقول انه ياسر. دكتور ياسر ازيك؟ ما شاء الله والنعمة. بالريفيور من كيو ام ده ياسر ده زميلنا اساسا يعني هذا من يعني هذا يعني انا بالنسبه لي مبسوط كثير والله اني بلاقي ناس بالاختصاصات معنا يعني في الدورات هاي. هنستغل كده الدكتور ياسر معانا المره الجايه ان شاء الله يعمل معانا برضه في الريفيو. هذا شرف لنا والله. تمام سعيد بقى دكتور ياسر هنكلم. دقيقه بس علي معلش. مع حضرتك بقى. مش راح اخركم ان شاء الله. بس على بعض الحاجات اللي اتسالت، في حد بيسالني بيقول ان احنا عاوزين ناخد دوره عن التصميم التعليمي. يا جماعه احنا بنجهز الورشه لسلسله من الورش المتخصصه في مجال التصميم والانتاج واداره نظم التعلم، دي فيها ناس متخصصين من الناس اللي هم بيشتغلوا في التصميم التعليمي على مستوى كبير جدا. ان شاء الله كل المعلومات اللي هتبقى عن الورشه دي هتبقى قريب، وفي نهايتها الورش دي مش ورشه واحده، احنا مش هنتكلم عن ورشه واحده، احنا هنتكلم عن سلسله كبيره قوي من الورش ممكن توصل ل 20 ورشه اللي في نهايتها ان شاء الله هتاخد شهاده. بس يا جماعه اللي داخلين عشان ياخدوا شهاده، يا جماعه انا عاوز اوضح نقطه صغيره، احنا مش مهمتنا الشهاده اكتر من مهمتنا نقل المعرفه. انا عاوز اوضح النقطه الاساسيه ان كل اللي داخل يسالني عن الشهاده، يا جماعه انت اللي يهمني انت لو فرطت بمعرفه او بمعلومه دي اهم من انك تفكر في شهاده. بس يعني ده النقطه الاساسيه عشان ما يبقاش في حد مثلا يقول لي لا بعد نخلص الدوره فين الشهاده. يا جماعه بكررها المره العاشره، ما فيش شهادات بعد الدوره الاولانيه، الشهادات هتكون بعد الدوره الثالثه، واللي حضر معانا هو اللي سجل في الحضور في خلال الزوم ان دلوقتي، وهيطلب منه تذكره وهيتعمل مقارنه عشان اشوف مين اللي حضر ومين اللي ادى التذكره. ما يبقاش واحد مثلا يقوم عاطل لزميله الرابط بتاع التاسك ويقوم هو مشتغل معانا وفي الاخر هو ما حضرش الورشه، دي مش هتحصل عشان انا دي مشكله كبيره ممكن تبقى مشكله. ده الكونديشنز اللي احنا حاطينها يا جماعه. طيب دكتور محمد انا طبعا الله يسعدك شكرا لك. الان انا ضل عندي اعرض بعض النماذج بالنسبه لقضيه تصميم تجربه المستخدم. انا راح اركز الان على الماده المتعلقه بالاكسسبيلتي واليوزابيلتي. هذا طبعا نموذج تصمم على الـ على الـ على الموديل، صمم على الموديل. هنا بنلاحظ خلينا نشوف بالله هنا من الافكار الموجوده اللي تابعه لمعايير يعني خلينا بس اشيله هذا بغلبنا. شايفين عندنا هنا مثلا من المراجع، ماده المراجع مثلا في عندنا ايقونه اللي هي ماده المراجع. راح نروح نشوف الان كيف دعمنا الاكسسبيلتي واليوزابيلتي. شوف الان مثلا عندنا بالنسبه لقضيه الكتب والمراجع احنا مش عاملينها رابط، احنا مش عاملين رابط. طبعا من المعايير مهمة جدا في الاكسسبيلتي واليوزابيلتي انه بيقول لك لا تكثر من كليك هير مثلا. طبعا لهم عندهم شغلات معينه بيركزوا عليها، مثلا بيقول لك لا تعمل كليك هير كثير. شوفوا انتم مثلا نفس الكلمه هنا هي عباره عن الرابط المستخدم، طبعا اذا عملت دبل كليك عليه راح يودينا على طول مباشره على المراجع. خلينا نجرب، رجع لنا طلع لنا المرجع وهكذا. خليني اشوف شيء ثاني. في عندنا برضه من الامور المطلوبه في المعايير كواليتي ماترز انه بيقول لك التقنيات
الموضوع طبعا في عندنا متطلبات تقنيه، معروف انه كل مقرر مطلوب من كل عضو هيئه التدريس انه لازم يحط الشغلات المطلوبه من الطلاب كتقنيات رقميه، كتقنيات رقميه. يعني لا تقول له والله احنا طبعا احنا عندنا مشاكل كثيره الان صارت الفتره الماضيه، عندنا مثلا بعض اعضاء هيئه التدريس راح حط مثلا شغله ما بيدعمها الا الفلاش، لما جينا نشغل اكتشفنا انه الطلاب مش موجود عندهم برنامج الفلاش، تمام، او مش موجود عندهم برنامج المودل، او مش عندهم الزوم، تمام. هاي النقاط لازم نتم، لان طبعا خلينا نحكي التقنيات لازم تكون موجوده ولازم كلها تكون مدعومه بروابط. يعني لاحظوا الطلاب الان بشكل سريع جدا، مجرد ما دخل ما بيتغلب، ما بيقعد يدور على الفيرجن اللي بده اياه. يعني شوف الان دبل كليك هنا طلع له ايش؟ تحميل الادوبي ريدر على السريع. هذه طبعا من الشغلات المهمه جدا عندنا في معايير الجوده. شوف الترتيب عندنا، طبعا انا اعذروني صممته بشكل سريع جدا يعني، وحتى كانه معكوس طالع، ما مش عارف ليش الشاشه معكوسه طالعه بغض النظر. هذه لانه دقيقه شوي الانجليزي، خلينا نحول العربي انا عشان اشتغل معكم. الله ما انتبه لها دقيقه. طيب هيك يا واضحه دكتور محمد؟ دكتور محمد واضحه. بس دقيقه علي، معلش تحملوني. في عنا حكينا على قضية المتطلبات التقنية لازم تكون موجودة في الكواليتي ماترز، ولازم تكون عبارة عن رابط على طول الطلاب بيدخلوا عليه، ما تحط اللي هي كليك هير إلى آخره. الكتب والمراجع عبارة عن يعني عبارة عن روابط سريعة جدا. في عنا هنا من الشغلات الحلوة جدا بدنا ننتبه لها، خلينا نشوف الغزوة. لاحظوا هون اللي راح أتكلم أنا بالأكسسبيلتي واليوزبيلتي. شوفوا المادة، لاحظوا انه الماده هون يا جماعه اللي هي شارحه للدرس ليست هي عباره عن ملفات وورد او بي دي اف. يعني انا من تجربتي بالبير ريفيور، بنرجع بنيجي من يعني بنشتغل على قضيه المراجعه الاقران، الماده كلها بي دي اف وورد او باوربوينت. يا جماعه احنا في ال ام اس باللرنينج مانجمنت سيستم احنا مش مستودعات رقميه، انا مش درايف. البعض مفكر حاله درايف، واضحة؟ وين التفاعل يا جماعة؟ وين الشغل تاع الطالب؟ بدي أسأل سؤال معلش، مين بيعرف الموديل مبني على أي نظرية؟ أي نظرية تعليمية؟ أظن النظرية البنائية. أحسنتي، مين اللي حكتها؟ رانيا حسن. أنا لازم لك جائزة أنت، مبنية على البنائية. لما تبنى على البنائية معناها الشغل على مين؟ الشغل على مين؟ على المحتوى، على المتعلم يا جماعة مش على المحتوى. المتعلم إذا مش شغال معي خربت البنائية. أنا البنائية عندي مبنية على المتعلم، طالب مع معلم، طالب مع طالب، طالب مع محتوى، طالب مع نظام، أربعة أعطيني إياهم، بدونهم ما بقبلش بنائية. أنا شو البنائية؟ نظام كامل مبني على البنائية. تتفاجأ لما تدخل على المقرر تقيمه بتلاقيه كله عبارة عن، وين التفاعل اللي فيه؟ كله عبارة عن مادة بي دي اف وورد. هذه بنائية؟ اعمل المادة وحطها على الدرايف وخلصنا من هالقصة. ليش متعب نفسك بالـ LMS؟ الليرنينج مانجمنت سيستم ليرنينج يا جماعة، تعلم. الطالب اللي بده يتعلم مش أنا، أنا تعلمت وأخذت شهادتي الحمد لله وخلصنا. ليرنينج مانجمنت سيستم، المتعلم وينه مش مبين عندنا. الأكسسبيلتي يوزبيلتي، خلينا نتفرج شو معمول هنا. أفكار حلوة جدا. هنا طبعا عامل له صوت. لاحظوا من نوع من أنواع الأكسسبيلتي أند يوزبيلتي إنه الفيديو هنا إيش ماله؟ دكتور محمد، يا دكتور. مع حضرتك يا دكتور. الدكتور هنا شو ملاحظ على الفيديو أنت؟ من ناحية شو ملاحظين على الفيديو أنتم؟ أولاً في عندك مش معمول رابط يا جماعة. معمول امبيد جوات المنصة. امبيد جوا. امبيد عشان الطالب ما يتشتت برا. اكسسبيلتي يعني يوزبيلتي. اكسسبيلتي يوزبيلتي انه الطالب دقيقة يعني دبل كليك شغال. مش انا نطلعه برا المقرر كل ساعة يضيع لي. بعض الطلاب بيطلع ما بيرجع.
انا عامل له امبيد. جميل، عامل له امبيد. انا مش عاملها هاي الصفحه، ترى عاملها صفحه ويب. طبعا دكتور محمد هذه من الدورات الاحترافيه في الموديل، بدكم نعملها بعدين؟ نعملها بعد 3-4 سنين. لا نعملها ان شاء الله مع التصميم التعليمي وانتاج المحتوى الالكتروني قريب ان شاء الله. احنا ما بنصمم يا جماعه ورقه وورد وبي دي اف في تصميم التعليم، الله يرضى عليكم. لا تضلكم تعملوا لي بي دي اف وورد، ما بتعلم الطلاب صدقا. انا بدي اعلم، احنا شوفوا عندنا الان التصميم مختلف، انا مش وورد ولا بي دي اف ولا باوربوينت. تلاحظوا انتم عندكم صفحه كامله جميله جدا، فالطالب عنده المحتوى بمكان واحد. طيب شوف المنتدى الواجب ليش اغلبه انا؟ اعمل له اياه ايقونه لحاله. طبعا البعض لما يجي يصمم بيعمل لك الدرس الاول، المنتدى، الواجب، المش عارف شو، شو هذا؟ ايش هذا؟ طب شوف انا عندي، انا بدي الطالب بنفس الصفحه يتحرك. شوفوا عندي كيف الان، عندي منتدى الواجب، وين راح؟ راح على المنتدى على طول، راح على الواجب على طول، خلصها غزوة موتة، دخل شاف ايش بده. تمام، رجعنا على الموديل. شوف عاملين له طبعا، حتى انتم بتعرفوا انه مين بيعرف كم نوع من انواع المنتدى في الموديل؟ المنتديات لحالها دي بدها دوره، بالاكسسبيليتي اند يوزابيليتي، ست انواع من انواع المحتوى يا جماعه، من انواع المنتديات، وكل واحده اروع من الثانيه، وبتدعم الاكسسبيليتي واليوزابيليتي كمان معنا. دكتور محمد خليك معي، وين رحت؟ افتح الفيديو. انا مع حضرتك. خلي شايفين كلمه غزوه مؤته، هاي من الشغلات الجميله جدا. ترى على فكره الموديل بدعم الذكاء الصناعي، هذه من الشغلات اللي بجوز ما بيعرفوها الاساتذه الجامعيين، الاغلب اللي بيشتغل على الموديل ما بيعرف. شفتوا كل كلمه غزوه مؤته بترجعني على الماده بدون ما اغلب راسي، بدون ما اغلب راسي، دبل كليك رجعني على الماده. ليش اغلب الطالب؟ ليش اضل اطلع فيه؟ اكسسبيليتي اند يوزابيليتي، سريع جدا، سهوله استخدام، امكانيه وصول سريع جدا. خلينا نجرب بالله نشوف شو عمل فينا هذا. غزوه موته راح لي وين؟ طلعني على الدرس. تمام الوضع؟ طيب دقيقه، خلينا نعلمكم كم حركه عن موديل في الاكسسبيليتي واليوزابيليتي، تصميم تجربه المستخدم. شوفوا يا جماعه عندنا الان هذا الشريط الخطير المهم جدا عندنا الشغل عليه. مين فيكم بحياته جرب الزر هذا؟ واضح شو مكتوب عليه؟ واضح شو مكتوب عليه؟ لاحظ امكانيه الوصول، لاحظ امكانيه الوصول. انا متاكد، شوف لي والله، اعمل لي عليهم شات، ما عليك امر يا دكتور. نشوف مين بيعرف فاحل عمره حدا جربه؟ حد جربه من حضور الكرام؟ لو في الشات يا جماعه اكتب حدا جربه. اسمه فاحص امكانيه الوصول، ترى موجود بالبلاك بورد، موجود بالكانفاس. طبعا هذه من الاساسيات. الى الان كله لا، يعني كلهم لا الا انا، في حد بيقول انه هو استخدمه. تمام، مين استخدمه والله؟ مين خلف. هذا يعني لازم تكرمهم انت، هذول بيستخدموا الشغلات هذه الاحترافيه. طيب شوفوا يا جماعه، شوفوا الموديل كيف عمال بيشتغل. احنا ما دام كنا بنائي، هو مش عمال بيشتغل لطالب واحد، هو قاعد بيشتغل على كل الطلاب. فلذلك بعد التصميم عندهم فاحص امكانيه الوصول. شوفوا الفكره، الفكره مجرد ما عملت دبل كليك اعطاك المشاكل الموجوده عندك وانت بتصمم. قال لك طبعا انا عامل الاخطاء متعمد، قال لي يا عمي انت طيب حاطط الالوان غلط، انت عندك التباين فيه مشكله. طب انتم بتعرفوا انه بعض الطلاب بيكون عندهم يعني عدم رؤيه واضحه للالوان، عندهم خلط في الالوان، فاذا انت ما اخترت الالوان بطريقه صحيحه راح تعمل له مشكله. فانا شو مختار؟ مختار البرتقالي وحاطه مع الاسود، فكاتب لي في الملاحظه انه فيش تباين، غير. حاطط لي ملاحظه ثانيه انه يا اخي عندك النص طويل، ما هالطالب راح يمل حاله اصلا. عرفتوا لما نصمم على الويب او على البيج شو الفائده تاعته؟
غير لما نعملها ورقة بي دي اف او ورقة وورد. فهو بيعطيك كل الملاحظات، عامل لك انه في اشكالية عندك، بيقول لك هناك نص طويل بلا عنوان، تمام، عندك مشكلة عدل. فانا بعدل المحتوى، طبعا هذا كله عن طريق الذكاء الصناعي الارتفيشال انتليجنس اللي انت دكتور محمد ما عملتوش ولا دورة فيها وتوظيفها في العملية التعليمية. لازم لا عملنا دورة واحدة فيها في الارتفيشال انتليجنس. طيب. ومعنا حاجة كويسة ان شاء الله قريب. طيب احنا مع حضرتك على فكرة. انا ساحبها. لا 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 انت بتسحبش. طيب. حاجة مع حضرتك. طيب خلينا نشوف شو في كمان افكار، معلش خلينا نشوف شو في افكار عنا. شوفوا كيف الشير واضح، شير واضح. ركزوا لي يا جماعة على الإمبت. أنا متأكد للأسف الشديد قليلين جدا بيعرفوا يعملوا إمبت، كلهم شغالين على الروابط. يا جماعة أنا ما بدي شتت طالبي، أنا مثل ما بقوله كيف لما يدخل على السوبر ماركت كل شيء تلاقي فيه بديش أطلعه برا. البيئة التعليمية لا تشتت الطالب فيها حقيقة. تخيل الطالب الآن بيفتح بي دي اف، راح أبصر وين راح، والوورد نفس الكلام. لا تشتتوا طلابكم، حاولوا قدر الاستطاعة تعملوا مقرر رقمي كله بمكان واحد. لا تشتت لطالبك. Accessibility and Usability، ترى هاي أول دورة بتركز على هذا المعيار على الوطن العربي، ما فيش حدا طرح الموضوع، كلهم شغالين فوق على الأنشطة وعلى الأهداف والألايمنت وكذا، رائع جدا ممتاز. لكن أنا بدي أشتغل هون، أنا بدي طالبي يكون يستخدم المقرر بطريقة سهلة حتى ما يطلع برا، ما أعمل له تشتت. شوفوا شغلة جميلة جدا بيشترطوها دائما علينا في معايير الجودة، ملف المحاضرة للتحميل. تعرفوا شو هذا الملف؟ هذا مش بس الفيديو، إحنا لازم نعمل التكست. نعمل إيش؟ التكست للطالب كتابي. في بعض الطلاب طب مش شايف يا عم المقرر، وفي طلاب عنا طلاب ما بيحب يشوف فيديو، بيحب يسمع يا أخي، ما بيحبش يسمع، بيحب يشوف قدامه. في بعض الطلاب بيحب يقرأ ما بيحب يشوف الفيديو. طبعا معايير الجودة بالخارج بتلاقيه عاطل له 4-5 خيارات، أنا عامل خيار واحد على قدي اللي هو ملف المحاضرة للتحميل كاتبه تكست، عشان طلابي إذا بدهم، أنا بدرجش طبعا، أنا مش طلابي يعني بمعنى الطلاب يعني، فهذول الطلاب يلاقي أكثر من خيار. وطبعا المنصات راح تتفاجأوا، ادخلوا على إيديكس وادخلوا على كورسيرا راح تلاقي قدام الطالب 4-5 خيارات، الترجمة موجودة، قارئ الشاشة موجودة. هل تعلموا إنه الموديل بيدعم قارئ الشاشة؟ طب قارئ الشاشة كيف بدنا نعمله؟ مش راح أعمله الآن، أنا عندي فكرة لكم، يا ما راح أعمله قارئ الشاشة. قارئ الشاشة موجود عندنا في الموديل، بدنا نتعلم كمان الموديل كيف نعمل قارئ شاشة فيه. طب واحد شاطر، طب هاي دكتور الآن والله لازم اللي بتجاوب على السؤال لازم تعطيه الآن الشهادة. طب قارئ الشاشة كيف بقرأ الصورة؟ قارئ الشاشة كيف بقرأ الصورة؟ اللي عنده الإجابة يرفع إيده. يلا احنا خلصنا، خلصنا تمام، سوينا اشتغل بالاحترافية شوي بالأعلى، يلا يرفع إيده ونفتح المايك. يلا يا جماعة كيف قارئ الشاشة؟ انتم مش تستخدموا الان عندك بالبلاك بورد في كيف يقرأها؟ في حد بيقول او سي ار. طيب شو مطلوب منا يعني؟ نسمع بس، اللي عنده حاجة يا جماعة يرفع ايده وحنفتح له المايك. هي بيتها مايك والله. عندنا اول حد عمرو، نفتح مايك. يلا نفتح مايك معاك عمرو، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. عرف نفسك، عرف نفسك الاول. عمرو الصغير. بالنسبة أولا بشكركم على المحاضرة الممتعة دي، وبشكر أستاذنا على الشرح الرائع ده. بالنسبة للـ OCR، بالنسبة للتعرف، بالنسبة إزاي الصورة أو الفيديوهات بتتقري من خلال قارئ الشاشة، بيبقى فيه تعريف رائع، تعريف بيكون محطوط مع كل صورة أو الفيديو بحيث أن قارئ الشاشة بيقرأ النص ده. رائع جدا، رائع جدا. بس ايش اسمه هذا التقني؟ انا نسيت الاسم صراحه. عشان تاخذ الشهاده اسمه alternative text. يا جماعه بعد اذنكم خلونا
صحيح الالتكس بسميه الالترناتيف تكست او الالتكس بسميه الالتكس النص البديل تمام النص البديل بسميه الالتكس فور ايمج حقيقه هاي كمان مهاره بدنا نتعلمها يا جماعه موجوده عندنا في ترى موجوده عندنا في الوورد بس الناس ما بتعرف لها وموجوده عندنا في الموديل ما بتعرف لها اكسسبيليتي اند يوزبيليتي احنا شغالين على طالب يوصل بسرعه وسهل الاستخدام عند المقرر learning experience design انا هيك يا دكتور محمد خليت خلصت اللي في جعبتي انت اليوم كامله انا ضل عندي دورتين معكم الدوره الاولى راح تكون في معايير تدريس المقررات الرقميه معايير تدريس المقررات الرقميه وهي اول مره بتنطرح على مستوى الوطن العربي لانه انا بتكلمش على التصميم راح اتكلم على معايير كواليتي ماترز اللي نزلت في 2019 في نهايتها تمام وما نعمل فيها دورات وراح نختم الدوره في اليو دي ال اللي هي اللي بيسموها يونيفرسال ليرنينج ديزاين تصميم التعلم الشامل راح نتعلمه كله مع بعض ونتعلم كيف نصممه انا هيك تقريبا انهيت الافكار عندي بتمنى ان شاء الله تكونوا يعني استفدتوا تمام وان شاء الله يعني بضل عندنا طبعا في مهمه بسيطه جدا اليوم راح تكون عندنا موجوده احنا طبعا مهمتنا بسيطه لانه accessibility and usability يا دكتور محمد فاذا بدك تعمل فريق يعني بدك تعمل شيء صعب راح يكون مشكله فانا بترك الميكروفون لك بنقل الميكروفون اذا في حدا حاب يسال شيء بقدر اجاوبه تشكر الحضور ما شاء الله انا عندي على الشاشه 134 واحد يعني الوضع اليوم مش سهل اتمنى ان شاء الله تكون الوضع كبير جدا ويا رب ان كل الحضور يكون استفادوا كويسين معنا يا جماعه انا بقول لكم لاخر مره ان احنا اهتمامنا مش بالشهاده اكتر من اهتمامنا بالمعلومه كل الشات انا بعد كده هحاول ان الشات المره الجايه هيتقفل خالص بحيث ان مثلا مش كل الناس قاعده تبعت لي احنا بنسعى على الشهاده ولا الدوره ده انا ركزت في الدوره اكتر يعني الشهاده ولا الشهاده اكتر من الدوره هي دي المشكله المعضله اللي معايا في البدايه النشاط اللي احنا اتفقنا انا والدكتور جلال ان احنا نعمله هو عباره عن حاجه بسيطه كده على البدله ان ده الرابط بتاعنا كل واحد من الحضور الكرام هيبقى عندنا اثنين نشاط النشاط الاولاني هيدخل على البدله يا ريت ما حدش في الحضور الكرام يكتب اي حاجه دلوقتي على الشات خالص عشان بس الرابط ما يطلعش لاي حد ما يطلعش بعيد الرابط اللي على البدله يا جماعه بعد اذن حضراتكم ما حدش يكتب حاجه على الشات هذا الرابط اللي على البدله يا ريت كل واحد هيدخل عليه وكل واحد ما يدخل على البدله هينزل هيعمل تسجيل صوتي لمده دقيقه لدقيقتين بيتكلم اول حاجه بيعرف نفسه بيعرف هو في يعني مكانه فين او في جامعه ايه او في مدرسه ايه او في مؤسسه تعليميه ايه وبعد كده يشرح لمده دقيقتين بيقول يا جماعه انا استفدت ايه من الورشه بتاعت النهارده ان شاء الله تمام دي اول حاجه مهمه عندنا جدا لان هي دكتور محمد صوت او فيديو صوت او فيديو اي زي ما يحب عشان احنا في بعض الاخوه ما بيحبوش مثلا ان هم يسجلوا فيديو ماشي ما فيش اي مشكله بس لازم يكون في صوت وفيديو بيعطيك خطا 404 طيب يا فندم دي واحده اهو لا فاتح يبقى هو المشكله عند حضرتك يا دكتور ريت ترجع التوصيل بتاع حضرتك دي اول حاجه تاني نقطه عندنا احنا بنشتغل على تقييم الورشه بتاعتنا دي لازم نعمل لها تقييم في نهايه كل ورشه والرابط الثاني والمهم ان كل الحضور بيسجلوا معانا فيه ويقول ان هو قيم الورشه دي وشاف رايه فيها ايه بحيث ان احنا نعمل نكمل بيت الورشه على نفس الفكره او نعمل لها تحديث او نعمل لها تعديل فده مطلوب من كل واحد من الحضور الكرام ان هو يعمل عمليه تقييم وحاجة دي مش تاخد دقيقتين بالظبط دقيقة واحدة الانترنت بس ده الرابط الخاص بالتقييم يبقى احنا معانا دلوقتي تو تاسك التاسكس الاولاني ان انت حضرتك هتدخل على الموقع بتاعنا وتعمل على البدله وتعمل الحاجه اللي احنا بيعطيك خطا برضو لا يا فندم دكتور ايهاب هو مشغال مع ناس يبقى حضرتك في مشكله او حاجه زي كده الصوت تمام الصوت شغال
دلوقتي يا جماعة المهمتين الأساسيتين، أو المهمة إن حضرتك تدخل على الأول حاجة هشتغل على البدلة، تعمل لها تسجيل صوت لتسجيل فيديو، بتتكلم عن الورشة اللي احنا خدناها النهاردة، بتعرف نفسك في الأول، بتعرف الكلية والمؤسسة التعليمية اللي حضرتك. دكتور محمد، دكتور محمد، أي دكتورنا، إذا في مجال اعمل لهم شير على الشاشة. أعمل لهم شير على الشاشة حضرتك تؤمر؟ أحسن. واحدة أو في ناس بدأت تدخل على طول اهي. انت حضرتك تدخل يا ريت بعد اذن حضرتك توقف الشير من عندك. تمام يا دكتور. اهو. هندخل على البدلت هنلاقي مثلا حضرتك بتتكلم فيه. يا ريت يبقى تسجيل صوتي. لا مش دورة رائعة. انا استفدت ايه النهارده من الدورة؟ بحيث ان انا ابقى فاهم لما بعد تقرير او ريبورت المؤسسه يا جماعه الكلام العام مش هيبقى يعني مريح. لا انا عايز اقول ان استفدت النهارده مثلا في الليرنج اكسبيرينس في 1 2 3 4 ثلاث نقط بسيطه. حاجه اسمها ريفليكشن، يعني انا انعكاس عن الدوره ايه، مش ان هي حلوه وجميله. لا حلوه وجميله وجودكم وجود الدكتور جلال، بس واضحه في حته معينه، فيها مشكله في حته معينه، انا عايز حته معينه تتكلم فيها بكذا. الكلام العام لا يفيد في ان انا اقدر اخد مع ردود كويس عن الورشه. تاني نقطه وتاني حاجه انا بعتها لحضراتكم هي الرابط الخاص بتقييم الورشه نفسها اللي انا بعته لكل الناس تقيم، بحيث ان انا كل الناس اللي هتقيم معايا استاذن دكتور جلال ان انا اخد منه المحتوى التعليمي وابعته ليهم. دي تاني اوبشن. تالت حاجه يا جماعه، كل الناس بتسالني بتقول لي هي الورش دي مسجله او مش مسجله، فدي عندي مشكله. يعني انا بقول لكم يا جماعه ان انا الورش دي كلها مسجله عندنا وعلى الشانل، وموجوده الشانل دي في ايميرج افريكا. انا عاملين قناه على اليوتيوب، يا ريت كل الناس تعملها سبسكرايب. رابط التقييم هبعت رابط التقييم تاني يا فندم. اهو رابط التقييم يا جماعه، ما حدش حد يبعت اي حاجه الا اللي احنا بنبعتها عشان ما يبقاش فيه تشتت. هو السلام عليكم، رابط التقييم موجود وفتح، بس الرابط الاولاني بتاع حضرتك التسجيل للاسف ما بيفتحش خالص، بيدي 404 خطا. معنى ان فتح عندي الرابط الثاني، يبقى اكيد الرابط الاولاني فيه مشكله. هو عند لو حضرتك انت بس الوحيد اللي ما عندكش مشكله، عندك مشكله يا دكتور ايهاب، فممكن يكون حضرتك في مشكله. اهو انا هحاول ابعت لحضرتك الرابط الثاني بحيث ان احنا نكون متابعين مع بعض. في حد كاتب الرابط مش شغال برضو. دكتورة وفاء، دكتورة وفاء يا فندم اهو، انا الرابط اهو يا فندم، الرابط اهو انا بعت الرابط تاني مرة. الرابطين شغالين وفقط اكتفيت بالرابط بالكتابي وشكرا لك. يعني الناس بتكتب ان هي كتبت واشتغلت يا فندم. بعد كده يا جماعه بالنسبه للقناه بتاعه اليوتيوب شانل بتاعتنا، احنا عندنا الشانل بتاعتنا اهي عليها فيديوهات كتير بتتكلم باللغه الانجليزيه في مجال تكنولوجيا التعليم ومتخصصه جدا في تكنولوجيا التعليم، فالرابط بتاعها لو حضرتك عملتوا عليها سبسكرايب هتلاقوا فيها كل الفيديوهات اللي احنا عملناها باللغه العربيه وباللغه الانجليزيه كمان. ولو في حد عنده اي حاجه من الحاجات اللي هو محتاج ان هو يدعم فيها الفيديوهات او يتواصل مباشره مع ايميرج افريكا، انا هسيب رقم التليفون الشخصي بتاعي بحيث ان هو يكون موجود مع حضراتكم. اهو ده الرقم المصري وموجود معاك في اي وقت، يعني الواتساب شغال عليه لو في حد عاوز يسال عن اي حاجه عن ايميرج افريكا يتواصل معانا. ده الرابط بتاع الجروب بتاع ايميرج افريكا او الويب سايت بتاعنا، ولينا جروب على الفيسبوك بيتكلم عن الايميرج افريكا برضه، بيتكلم عن كل حاجه في النيو ترندز اللي موجوده في التكنولوجيا التعليم. هذا الرابط ده الجروب، ده كده يعتبر كل الريسورسز اللي موجوده معايا النهارده وكل المعلومات. وعندنا في التليجرام كمان، التليجرام انا لو الناس عاوزه التليجرام انا ممكن ابعته، انا ببعتهم على طول كل الايميلات. يعني لو حضراتكم بتقروا الايميلات اللي موجوده وتشوفوها هتلاقوا فيها كل المعلومات دي، بحيث ان انا ما يبقاش حد اي حد بيندمج معانا في ايميرج افريكا بالعربي يكون عنده المعلومات كلها موجوده على طول مستمر. دلوقتي يا جماعه شكرا لكم لوجودكم معانا، ان شاء الله كده الورشه مسجله، كده الحضور بتاعكم مسجل على الزوم.
بيتم مراجعه الزوم مع الشغل اللي موجود. يا فندم رابط الحضور وين؟ رابط الحضور انا قلت يا جماعه رابط الحضور انت حضرت معايا على الزوم النهارده. بعد كده الرابط الثاني اللي انا بتكلم عليه هو رابط ان انت حضرتك هتشتغل على التقييم وهتشتغل على الملف بتاع التقييم، والرابط الثاني انت تشتغل على التابلت البدلت قصدي البدلت ده هيبقى موجود مع حضرتك ورفعته قبل كده. التاسك اخر موعد تسليمه امتى؟ هو موجود معاك حضرتك 3 4 ايام من النهارده ان شاء الله، بحيث ان الجامعه برضو هتشوف يعني ايمرج افريكا بورد هيبصوا على الحاجه بحيث ان هم يشوفوا الحاجه. يا ريت الاجابات ما تكونش عامه يا جماعه، تكون متخصصه، بحيث يا جماعه ما فيش حاجه اسمها رابط حضور. بقول لكم يا جماعه رابط الحضور انتوا حضرتوا معايا على الزوم، انا بكرر الكلام لو الكلام مش واضح انا مش هقدر ممكن تبع البدلة، بس يا ريت يا جماعه يكتب ما يبقاش الكلام عام. الورشه القادمه امتى؟ هتبقى ان شاء الله الورشه القادمه هتبقى في اخر اسبوع في شهر 8، وبعدها الورشه الثالثه والاخيره هتبقى في اخر اسبوع في شهر 9. فباذن الله كده الصوت تمام. المطلوب يا جماعه هم حاجتين، اول حاجه ان انا هبقى موجود هعمل تقييم على الورشه، ثاني نقطه هعمل ريفليكشن على البادلت واقول انا استفدت ايه من الورشه بتاعت النهارده. تمام كده خلاص الحاجتين الاساسيتين. في نقطه اساسيه ثالثه، احنا ان شاء الله بنجهز مع تيم كده ان احنا نعمل ورشه خاصه بالتصميم التعليمي وانتاج المحتوى الالكتروني وجزء اداره التعليم الالكتروني. فالورشه دي احنا عملناها كمبادره تطوعيه، في معانا اكثر من 10 افراد تم مشاركتهم معانا في الورشه كمدربين متخصصين، ولو حد حابب ان هو يشارك معانا في الورشه كمان ويبقى مدرب في التصميم التعليمي وله خبره كبيره وتطوع بوقت مثلا ساعتين او يعني اكثر على حسب الوقت المناسب له، احنا لنا الشرف. هذا الرقم بتاعي اهو تاني مره، انا كده خلصت كل الكلام اللي عندي النهارده يا دكتور جلال. يعني شوف اذا في اسئله، بس يعني حد بيسال. هفتح لسه هفتح الكلام للاسئله بقى، يا ريت يا جماعه اللي عنده اسئله من حضور الكرام يرفع ايده بحيث ان احنا نفتح الكلام لكل الناس. سامح اتفضل. بس سامح سامح قاسم تقريبا، صباح قاسم رفع ايدك اتفضلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع حضرتك سماح آسف. بشكر حضراتكم جدا على المحاضره الحلوه، كلها مليئه بالمعلومات ومحتاجينها اكثر من مره، بس انا بقترح بس وبسال ليه المحاضرات بعيده فتراتها بعيده كده؟ ليه ما نخليش الدوره 3 أيام ورا بعض مثلا، بحيث ان احنا المعلومات تكون لسه معانا ونبدا ننفذ ونعمل المقررات اللي احنا المحتوى اللي احنا عايزين نجهزه يبقى فيه نقاش، لان المده بعيده جدا. يعني لسه 3 أسابيع على بال ما الاسبوع الشهر الجاي وبعدها 3 أسابيع تانيين، كتير جدا يا دكتور. ممكن ارد بعد من دكتور جلال. دكتور جلال له حياته الشخصيه والخاصه، احنا من الاول كل دي مبادره تطوعيه، فحرام عليا ان انا اضغط دكتور جلال اكتر من كده، بحيث ان هو الراجل يعني مشكورا بوقته ومضغوط عليه. انا لولا الدكتور جلال ليا معزه كبيره عليه شويه وانا بضغط عليه قوي قوي كانت العمليه تبقى كده. بس هو الفكره كلها والله احنا بنحاول ان احنا نوازن امرين، الدكتور جلال له حياته الشخصيه وله حياته العمليه، واحنا كل دي مبادره تطوعيه فبنحاول ان احنا نتحمل بعض. تاني حاجه عاوز اوضحها لحضرتك ان الفيديو مهما كان او يعني الورشه اللي انت خدتيها النهارده او خدتيها بعدين هي موجوده ومتاحه اونلاين على طول. يعني الموقف كله ان احنا بنحاول نوازن الامر، فعشان كده يا جماعه ده الموقف اللي احنا بنحاول نشتغل عليه. طبعا ربنا يعينك يا رب والف شكر للدكتور، بس يعني انا عايزين نقرب المده شويه، يعني الماده هتبقى معانا وهنحصل على اليوتيوب هنشوفها مره واثنين، بس انا شايفه ان المده بعيده قوي. والله اقول لحضرتك حاجه، هي الفتره اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي الدوره دي تم اتخاذ قرار خلاص فيها، ممكن يتم مراعاه توجه حضرتك ان شاء الله في المرات القادمه، وربنا يعيننا باذن الله. يعني جزاكم الله خيرا واسف الازعاج حضرتك. شكرا لحضرتك، بشكر بوجود حضرتك. دكتور عبد الناصر. دكتور عبد الناصر ايوه مع حضرتك. السلام عليكم ورحمه الله. السلام ورحمه الله. الحقيقه يعني انا رغم كبر سني انا عندي 61 سنه، لكن كنت سعيد جدا ان انا
اشارككم رغم برضو التمرات، ربنا يبارك فيكم يا رب. فانا بحب جدا المحاضرات والدورات التدريبيه المالتي كالتشرال، فلانها بتنوع الثقافات وبتخلينا نعرف افكار زملائنا في الدول العربيه المختلفه، فدي من اهم المنافع في الورش الخاصه بالاونلاين كورسز. يعني الحاجه الثانيه، بحكم عملي كاستاذ علم نفس وتربيه خاصه، باكد طبعا بشكر الدكتور جلال طبعا على هذه الافاضه في المعرفه والربط المعلومات ببعضها بشكل جيد والاداره الجيده لاخونا العزيز الدكتور محمد. لكن الحقيقه احب بس اكد على نقطه ان نموذج ادي هو عندما يتحدث عن مرحله التحليل كاول مرحله اللي هي مرحله النيد اناليسز، هو يقصد التحليل بكافه صوره. فنموذج خبرة المستخدم أو تجربة المستخدم هو نموذج في هذه النقطة حالة خاصة من نموذج آدي، باعتبار أنه يتحدث فقط عن الاحتياجات الخاصة بالusability and accessibility، وده احنا بنحتاجه بشكل كبير جدا ومكثف في مجال التربية الخاصة. فهو ليس نموذج مغاير، ولكنه نموذج يبنى عليه أي نموذج تصميم تعليمي، سواء كان آدي أو ديك او كيمب او اي نموذج ستريم الفورمات او ثري سايكلز او خلافه. في نماذج كتير جدا احنا ممكن نستخدم معاها ونستفيد بتحليل احتياجات، سهوله الاستخدام وقابليه سهوله الوصول وقابليه الاستخدام، بالاضافه طبعا للمنفعه، ودي امر مهم جدا. فليسوا شيئين مختلفين، ولكن هما شيء يمكن الوصول من خلاله إلى نظرة متكاملة للتصميم التعليمي الذي يولي اهتمام بالusability and accessibility. دي نقطة بس حبيت أضيفها، إذا كانت مقبولة أو عليها أي مناقشة فأنا أكون شاكر جدا. شكرا جزيلا لكم جميعا ولكل زملائي الحاضرين لهذه الورشة. مقبولة ونص. شكرا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا. يعني بجوز كان الهدف، الله يسعدك يا ربي، الهدف انه يعني نعرف يعني الموجودين على نماذج جديده حقيقه. هي كلها نفس المراحل اكيد، يعني السيركل تاع نفس المرحله، لكن احنا بجوز يعني بعض المراحل، يعني بعض النماذج زي نموذج سام شوي، لانه هو الان يعني الحقيقه مستخدم بشكل يعني فعلا فعال، والخسائر منه كبيرة يعني قليلة جدا. يعني حتى من ناحية اقتصادية الآن أغلب الشركات إنتاج المقررات الرقمية، أنا بحكي بتكلم بالخارج، وأنا هذا النموذج حقيقة يعني أخذنا بعض الدورات فيه، فأنا ارتأيت الحقيقة إني يعني أنقل التجربة كما رأيتها، شفتها فعالة، شفتها النموذج بسيط جدا، قضية التكرارات الموجودة، نموذج الأدي هو أساس النماذج حقيقة، وهو أصل النماذج كلها، هو الأساس أصلا أساس النماذج. لكن الحقيقة شفنا نموذج السام، الشغل على البروتوتايبينج، النموذج البسيط جدا، تقليل الخسائر، تمام، التغذية الراجعة الأولية، ممكن هذا يعني في الآدي مش موجود بهذه الطريقة، لأن أنت بتحتاج تقطع كل المراحل وبالأخير ترجع لها. لكن هو نموذج لا شك نموذج قوي، وهو من أهم النماذج، لكن إحنا طرحنا نموذج نموذج السام، حابين تجربوه وحابين تتفاعلوا معه، وهو حقيقة أقرب للليرنينج إكسبيرينس ديزاين، إنه هو المتعلم يعني بشكله يعني دائما معك، السنتر فعلا هو المتعلم. الله أعلم، يعني أنتوا استفيدوا من الفكرة يعني وجربوها. كل شيء احنا عندنا التعليم خاضع للتجريب اكيد، يعني وهذه النماذج كلها له وعليها. شكرا اخي العزيز على المداخله. شكرا شكرا جزيلا، متشكرين، الله يسعدك. شكرا شكرا لحضرتك دكتورنا الغالي، وشكرا لحضرتك معنا كمان، ونشكر بوجود حضرتك معنا وكل القناه العلميه، انتوا كلكم اساتذتنا واحنا بنتعلم من بعض باذن الله. شكرا جزيلا دكتور حسين. السلام عليكم. حسين عبد الفتاح محمد من مصر، معلم كمبيوتر بالأزهر الشريف، وباحث ماجستير في مجال تقنية التعليم. أهلا وسهلا. تسلم يا دكتور، بارك الله فيكم على هذه المحاضرة، يعني الفوق الرائعة. يعني أنا في نقطة بس في البداية كنت يعني عاوز أضيفها ممكن للسادة الحضور، يعني هو أنا كنت عاوز تجربة المستخدم، يعني هي ممكن يكون المقصود بها إن إحنا كل خطوة بنمشي بها يعني مع المتعلم بنحاول نرجع المتعلم نشوفه رأيه فيها كل خطوة، يعني فيدباك على كل خطوة، أو معنى صح هي كل لحظة
علشان يبقى في الاخر ما فيش خسائر خالص او يبقى في مجهود للوقت ضايع. ده هي دي فكره تربيه المستخدم صحيح 100%. تمام. بالنسبه طيب يعني المتعلم عندنا لا يغيب عن ناظريك. يعني انت شغال للمتعلم مش شغال للمعلم بالزبط. انت بتصمم للمتعلم، فالمتعلم معك في كل المراحل، تشتغل معاه حركه حركه. لذلك انا ركزت استاذي على قضيه البروتوتايبنج، قلت لكم يا جماعه لما تصمموا المقرر لا تصمموه كامل، صمم عينه بالزبط. وهذا نموذج السام بيدعمنا بالفكره هاي. تمام. انا شرحت بجوز يعني ركزت عليها، وانا بدي اياكم تجربوا حقيقه وتعملوا للتغذيه الراجعه. نعم دكتور. الناحيه الثانيه معلش، الناحيه العمليه، انا انا كمعلم كمبيوتر انا ناوي ان انا يعني في كارير شيفت، لو شفت كارير ان انا اروح تصميم تعليم، فانا مهتم بالناحيه العمليه بتاعت الشغل. فهل انا ازاي يعني استفيد من المحاضرات النظريه او الشغل العملي ان انا احاول ازود من نفسي من الناحيه العمليه كوجهه تطبيقيه؟ هي ده السؤال. دي ضوء العصب يعني زي ممارسه اللغه، كلنا بنشوف الكورسات لكن موضوع التطبيق هو اللي بيبقى يعني المحك او المشكله بتاعتنا. وفي النهايه يعني بشكركم جميعا، وبشكر الدكتور محمد ان هو كان ضافنا للقامات الرائعه دي اللي بنستعملها، كل خير وكل علم خالص لكم. انا عندي نصيحه بدي انصحكم نصيحتين. تفضل. النصيحه الاولى في الادوكيشن تكنولوجي لا تركزوا على التول كثيرا. التولز يا جماعة هي طريقة موصلة، احنا مركز على عملية التصميم، عملية التصميم هي الأساس. وإذا المستخدم كان معنا موجود بكل الحالات اشتغلته بطريقتين، احنا حكينا أصلاً learning experience عبارة عن قضيتين. يعني أنت مصمم تعليمي مع user experience. يعني احنا مش instructional design بس، احنا نغير المفهوم. احنا مش instructional design، احنا حالاتنا instructional design. احنا بهمنا اليوزر يدخل معنا. عشان هيك بيسموها learning experience design. انت مع الانستركشن ديزاين دخل المستخدم، خلي المستخدم معك، اعمل له بروتوتايب، تمام، اعمل له النموذج الاولي، اعمل له بيرسونا، اعمل له يوميات متعلم كامله، ادرس المتعلم عندك. انت بالاخير بتشتغل للمتعلم، ما بتشتغل لنفسك، انت ما بتصمم لنفسك، تمام. هذا واحد. اثنين، سالت انت سؤال ممتاز جدا. البعض طبعا راح على التولز، يعني انا بتفرج، عفوا في الكلمه، أنا بتفرج ومشارك بأكثر مع مؤسسة في التدريب، كلهم مركزين على التولز بالتعليم، وهذا العواقب بتاعته وخيمة. يا جماعة إحنا مش تولز، إحنا مش بتاع تولز يا دكتور محمد، إحنا مش تولز. تصميم التعليم يا جماعة اسمه instructional design. تصميم التعليم، إحنا مصممين تعليم، لأن إحنا مصممين تجربة متعلم. فبالتالي أنا مش مجرد ما أخذ التولز وجربتها. البعض بفكر إنه أخذ دورة كاهوت، يا أخي صحتين وعافية. حتى لو أخذت الكاهوت وأخذت، مش هيك الشغل أصلا. البعض بيقول لك أنا بستخدم الموديل، يا أخي بتستخدم المودلز، كيف تستخدم المودلز؟ طب إحنا اليوم بربع ساعة اتعلمنا شغلات كثير بالموديل. في قاعدة عند الأجانب بتقول إنه مش كل واحد مسك الريشة فنان. معي أنتو؟ أنا دكتور. يعني مش كل واحد مسك الريشة فنان. تمام. أنا مع حضرتك. ما هو انت حضرتك لما كنت بقول لهم يا جماعه ان احنا بنعمل المبادره الثانيه ان شاء الله هي التصميم التعليمي، التصميم التعليمي احنا بداناها بان احنا بنتكلم عن التصميم التعليمي اول حاجه، وتاني حاجه هنتكلم عن التولز. يا جماعه اصل احنا المجتمع بتاعنا المجتمعات العربيه بصفه عامه في مشكله وفي جاب كبير قوي. انت بتعرف ارتكليت يبقى تصميم تعليمي. يا جماعه مش شرط من ارتكليت زي الباوربوينت زي اي وورد زي الاوفيس زي اي حاجه برنامج. لو الارتكليت النهارده انتهى، اللي بيشتغل في الاي ليرنينج مثلا من فتره هيعرف ان هو مثلا اشتغلنا على HTML وبعد كده اشتغلنا على ال انا عاوز افتكر اسماء البرامج والله ما كنت فاكرها من كتر البرامج اللي احنا اشتغلنا عليها من 2005 لغايه دلوقتي. اشتغلنا على برامج كتير وبرامج اندثرت، الماكروميديا مثلا والحاجات دي كلها اختفت. التولز اللي موجوده او الشغف اللي موجود اليومين دول ان لازم نعلمك XML ومش عارف HTML وعرفك CSS معرفه، بس الكور الاساسي عشان واحد يشتغل ليرنينج ديزاين او يبقى مصمم تعليمي او اي دي او اي مسمات اللي هو يشتغل فيها على حسب الفيلد اللي عاوز يكمل فيه، مش مهتمه بالتولز قوي. انت كواحد بيشتغل في تكنولوجيا التعليم، واحد واقف على الكوبري، عندك ناس بتوع الجانب النظري والجانب التربوي والجانب الناس الثاني بتاع التكنولوجيا، بيتوفق الاثنين مع بعض عشان النظريات التربويه والتكنولوجيا تحقق هدف التعليم. لما تروح عند ضفه من الضفتين اكتر من الاولى
يبقى انت كده بتضيع الشغل بتاعك. لو رحت في النظري يبقى انت جانب نظري اكتر، لو رحت في الجانب العملي يبقى انت جانب تكنولوجي واحد تقني. فدي هي مشكلة، دي وجهة نظري يعني. انا اتعلمتها كده ان انا بوقف على شعره، لو الشعره دي ضاعت مني يبقى انا خلاص كده ضعت، يبقى انا نقلت على حاجه ثانيه. فالمشكلة الشباب اللي مين دول دكتور جلال؟ لذلك دكتور محمد يعني بالبير ريفيور ما في شيء اسمه تقييم تولز. لا مفيش، احنا ما بندور، احنا بندور على العمليه الليرنينج ديزاين. احنا بندور على التصميم، اذا كان التصميم متوافق وفي الالاينمنت بينه والمكونات موجوده المقرر كويس. احنا ما لنا دخل في التولز، التولز هذا يعني البعض يعني دائما منغمس وحابب يتعلم تكنولوجيا كتولز. التولز جزء مكمل تمام، وقد يكون في بعض الاحيان استخدامه يعمل مشكله. احنا طبعا احنا مصطلح في الادوكيشن تكنولوجي اللي هم بيسموه الكوجنيتيف لود. انا استخدام التولز بشكل سيء ممكن يعمل كوجنيتيف لود جديد على الطالب تمام، فبدنا ننتبه بالعمليه. الان هذه فائده الدورات، احنا قاعدين بنحط النقاط على الحروف. الدورات هذه منها التوعيه، التعمق في التصميم، اتوقع انه هذا بده دورات اخرى، مش راح نقدر بساعه ونص يعني نعطي الديبلي هذا بالتخصص، لكن احنا بنحط النقاط على الحروف، بنحاول نبني بنايه بطريقه جيده تمام. واذا اي واحد بده مساعده حتى في المقررات كيف عملها كيف كذا يراجعنا يبعث لنا على الايميل وكذا، ممكن احنا نعطيه بعض النصائح. انا حقيقه يعني امبارح قيمنا 3 مقررات في احد الجامعات وكذا، بنشتغل معهم نعطيهم اللي بيعمل كذا كذا كذا. كثير تحسن الوضع، كثير كثير تحسن الوضع. احنا الان بحاجه حقيقه للبير ريفيور، نبنى مجموعه فعلا فاهم القصه، بتعرف كيف تشغل مراجعه المقررات الرقميه. ولازم على فكره هذا ما في جامعه، انا يعني مستغرب من قضيتك انه ما في مسمى عندنا لا في جامعات ولا في مدارس مصمم تعليمي، ما فيش هالمصطلح هذا. يعني طبعا الجامعات في الخارج، ما فيش جامعه في امريكا الا فيها instructional design قاعد موجود هو بيشتغل. والان طبعا والان طور، وطبعا القضيه طبعا في مجموعه اللي هم يسموها البير ريفيور، هاي من المهن الجديده اللي طلعت الان عندنا. وممكن يعني دكتور محمد تعملوا دورات قادمه، الوظائف القادمه للإديوكيشن تكنولوجي، هذه ما عملتوها. احنا الان عندنا وظائف، عندنا وظائف جديده الان طلعت تمام للتخصص تمام، حتى الموجودين كمان يعني نستثمرهم بقضيه الوظائف القادمه. يعني كمان بدنا نعطي الفكره، يعني بدنا اياهم كمان يكونوا اصحاب وظائف. يعني احنا عملنا بس حاجه بسيطه المره اللي فاتت لما اتكلمنا عن الفيرتشوال لاب او الفيرتشوال لاب، لما كده احد الناس اللي هم عملوا فكره وحولها من كونها فكره لبروجكت وبدا ياخد عليها فوند وبدا يشتغل وبدا ينفذ تكنولوجيا. يا جماعه التكنولوجيا، احنا كواحد بيشتغل ايديوكيشن ايديوتك او ايديوكيشن تكنولوجي، الراجل ده لو عنده فكره كويسه وقدر ينفذ، هو ده بيكون احسن من التقني واحسن من التربوي الصرف، لانه هو بيلعب على الطريقتين، هو عارف التكنولوجيا ازاي يظبطها وعارف النظريه التربويه اللي تفيده ايه. شكرا لك يا حسين. ننتقل لتيا، اتفضلي المايك مع حضرتك. طيب لو المايك مش شغال عند حضرتك ممكن تكتبي في الشات كتابه، اكتب كتابه. اظن ان هي رفعت ايدها من فتره ومش موجوده حاليا. طيب رامي، اتفضل رامي. السلام عليكم، انا بشكركم جميعا ومجهود مشكور جدا. انا اسمي انا رامي سعيد، مدرس هندسه الاتصالات اللاسلكيه والذكاء الاصطناعي بالجامعه الحديثه قسم الهندسه. اهلا وسهلا، اهلا بك. انا بشكرك جدا يا دكتور على ال LXD. انا كنت بطبقه من خلال تجربه شخصيه ليا، كنت بعمل العاب تعليميه، بس انا كانت مسيطره عليا فكره الصراحه وانا بعمل اللعبه دي، كانت الاطفال شركات الشوكولاته لما بتجيب الاولاد يجربوا الشوكولاته يفضلوا يعدلوا في التركيبه الصراحه يعني. فانا لما جيت عملت الالعاب ديت مع الاولاد، انا ما كنتش عارف موضوع ال LXD طبعا، ولا التنظيم اللي ستك عرضته بيه ده حاجه جميله قوي، لكن انا كانت في فكرتي ديت، وفعلا فرقت كتير قوي لما خدت موضوع البروتوتايب وبقيت اعمل السين او الليفل جزء مع الاولاد، والولاد هم اللي بقوا يضيفوا لي يعني. انا ودي كانت حاجه كويسه جدا لما كيف المنتج طلع معك بالاخير؟ انا متاكد طلع ممتاز.
ممتاز، بس احنا كان عندنا مشاكل في التسويق طبعا، انت عارف الحاجات دي، وما كملناش، الحاجات دي محتاجه فلوس ودعم كتير، بس للامانه طبقناه على حتى في مدارس مش 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 غنيه قوي، والولاد حتى كنا بنركز على النطق الصحيح للولاد، وازاي ان اللعبه تحاول تعدل النطق عند الولاد بغض النظر عن خلفيه الوالد والام، او ان الخلفيه التعليميه للاب والام، وما يحتاجش مدرس جنبهم. ورحنا طبقناه في احياء شعبيه في القاهره، وجابت نتائج كويسه جدا، واللعبه الولاد حبوها لدرجه ان هم خلصوا المنهج في 4 ساعات. يعني انا كنت بقعد مع الولاد في الشارع وانزل معاهم، وكان زي بحثي كده انا بعمله، وكان الولاد يقعدوا فعلا يا فندم. لما الولاد او الطالب او العنصر اللي انا بخدمه بيشارك في الانتاج ده، بيبقى حاجه جميله جدا. الولاد كانوا بيقولوا لي طب حط هنا فيديو يطلع يشرح مش عارف ايه، ولاد صغيرين، عايز اقول لك في حضرتك في كي جي 2 واولى، وكانوا هم بيتحركوا وهم اللي بيقودونا. يعني احنا كنتنا مشارك كدكتور جامعه ومعايا مهندس تاني، بس تشوف الولاد وهم بيدخلوا في التعليميه، وكمان احساس الولاد ان هو اللي بيحركنا ده، خلاه يعني حاجه كويسه. فانا بشكر سيادتك على العرض ده، واتمنى ان انا يعني اعرف اتواصل مع سيادتك، لان في حاجات كتير بس محتاج ترى. يعني انا بشرك القضيه هذه اول دوره في اليوزر اكسبيرينس ديزاين ودمجها مع عمليه التعلم. ما فيش دورات يعني للاسف الشديد، هي اصلا فكره في الماركتنج. هي انا بديت بالبدايه، انا حقيقه نزلت ملف بحدود تقريبا 400 صفحه، وحبعت لكم اياها تتفرجوا على الفكره. انا اعطيتكم خلاصه الفكره، ما ده مشكور يعني حقيقه راح تستمتعوا انتم داخلين في الفكره. انا بعرف انه معي مصممين تعليميين انستراكشن ديزاين راح يزعلوا علي من بعض الكلام اللي حكيته، لانه هو سبحان الله الواحد ترى يعني جديده. انا زي انا اول بالبدايه حكيت نفس الكلام، قلت طب احنا مصممين تعليميين يا جماعه، شو بدنا شو بدنا بهالفكره. انا عايز اقول لحضرتك لكن لما دخلنا بالفكره وتعمقنا وشفنا الشركات الان الامريكيه كيف تشتغل في التصميم التعليم، عندهم اللينير هو الاساس سنتر، يقول لك انت بالاخير لمين بتشتغل. طبعا انا ممكن الان اعمل لك اي ماده رقميه رائعه جدا، اتفاجئ ان الطلاب محب ما بدهم اياها. انا عايز بس اضيف لحضرتك حاجه، انا بدرس كورسات في الكليه اونلاين، فلما جيت اعمل الكورس اونلاين قعدت مع كام طالب كده بنفس الفكره، قلت لهم انتوا عايزين ايه؟ والولاد مثلا لقيت عندهم مشكله في الكليه عندنا ان هم لما بييجوا يتفرجوا على او يخشوا يتفرجوا على المحاضره فيديو محتاج يحملها، فالولد بيقول لي انا عندي الباقة اهم من اي حاجه، فانا مش عايز اقعد احمل الفيديو وفي الاخر ما اتفرجش عليه. فلما جيت انا عملت الكورس بتاعي عملت لهم الفيديوهات صغيره ومركزه وحطها لهم على اليوتيوب ان هو يتفرج عليها بس. الولاد لما حسوا فعلا ان انا عملت لهم الحاجه بتاعتهم حققوا نسبه مشاهده عليها، وكانوا يخشوا يعملوا كومنتات. فموضوع الاليكس دي انا شايف انه مهم جدا في الوقت اللي جاي، ومحتاج كمان يعني بس محتاجين امثله وتوضيحات اكتر. انا ممكن اكون اشتغلت بس من غير الباك جراوند بتاعت حضرتك، ومن غير يعني مجرد ان انا عايز اطبق فكره او عايز احسن، لكن مش بدراسه زي ما حضرتك كنت عاملها ده. فانا بشكر سيادتك يعني على كل المجهود اللي عملته، متشكرين جدا، ونتمنى المزيد من الدورات في المجال ده. شكرا. انا مبسوط انه ناس مجربه، بس هي مش يا دكتور محمد مجربين، بس هم مش عارفين شو كانوا يعملوا. يعني عملنا الخط اليوم هو بيبقى سبحان الله جيد، هذا جيد الخط اللي احنا الخطوه اللي احنا عملناها دي اوضحت الرؤيه للناس كتير اللي احنا بنعمله ايه. دلوقتي ما اظنش ان في حد رافع ايده. في دكتور اكرم، عشان اكرم بعد ما دكتور اكرم او السلام عليكم. وعليكم السلام، اتعرف على حضرتك فندم. دكتور جلال انا شاكر دكتور اكرم، الله يعطيك العافيه. الله يبارك لك يا رب، وجودك شرف لنا والله. الله يبارك لك. أنا ما أقدرش أسميها محاضرة لأنها ورشة بالفعل، والأهم هو التطبيق، وأكيد مش الشهادة اللي لأنه في الحقيقة يعني ما سنطبقه لتحسين عملية التعلم أكيد يعني
أكثر سعادة لنا من أي شهادة، ما أكثر الشهادات اللي حصلنا عليها. والله صحيح كلامك، أحسنت. دكتور جلال، أنا حضرت لك برواق من سنتين في التعليم المقلوب أو صف المقلوب، في الحقيقة غيرت لي كتير، لأن أنا بدأتها في العام 14-15 ما شاء الله، ما كانش عندي الفيديو التفاعلي ولا البي دي اف التفاعلي ولا، ولذلك تحسنت أداءاتي كتير في الصف المقلوب لما طبقتهم، وكانت برضو ما أقدرش أقول عليها دورة، لأن أنا يعني هي ورشة أكثر منها دورة. مسألة التطبيق إحنا عندنا المعارف كتيرة، لكن ما نقوم به فعلا في الصف الدراسي أعتقد هو الأهم. والأدوات زي ما الإخوة قالوا وحضرتك قلت، الأدوات ما هي إلا للتحسين، مش ممكن أنا أستخدم أدوات رائعة وأنا رائع جدا في الأدوات، لكن قد تربك الطالب وقد تضيع المادة التعليمية وقد لا تحسن من العملية التعليمية، وزي ما حضرتك قلت ممكن تؤدي إلى ارتباك، وكل اللي اكتسبه الطالب ممكن يضيع بهذه الزحمة من استخدام التقنيات اللي مش في النهاية بتوظف في تحسين العملية التعليمية. أنا آسف لو خدت وقت طويل. أنا بشرفني تكون معي والله بالدورة هاي، أنا كأني متذكرك يعني. أهلا وسهلا فيك. أهلا بحضرتك دكتور أكرم. دكتور أكرم. شكرا دكتور. شكرا لحضرتك. وشكرا، أظن أنت لغاية دلوقتي رفع إيدها، بس أظن ممكن يكون رفع إيدها ومش معنا في الورش حاليا دلوقتي أو ما عندهاش مايك. بكرر شكرا لحضرتك دكتور جلال. شكرا لك يا جدا 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 تعبك معانا، معلش أنا من عشمي معاك. وبشكر كل الحضور الكرام وبشكر كل الناس. يا جماعة أنا كل اللي يهمني أنا كنت بحاول إن إحنا نساعد الناس على قدر المستطاع. الشهادة والله ما تمثل لنا شيء، يعني أنا ممكن أعمل مليون ورقة شهادة وأديها لأي حد، بس هو نقل المعرفة وتوصيل المعلومة وبقاء أثرها أهم من إن أنا أقعد كل شوية أسأل عن الشهادة، طب رابط التسجيل فين، طب رابط الشهادة فين، طب رابط الحضور لا مش هو ده اللي مطلوب. انا ممكن لغايه دلوقتي اخد قرار وام قايل يا جماعه ما فيش شهادات، انا هوقف دورات الشهادات، بس ما اقدرش ارجع في كلمه انا اعطيتها. بس الموقف كله يا جماعه ان انا عاوز اوضح نقطه صغيره، ان الاهتمام بالمعرفه او بالعلم او بنقل العلم اهم من ان انا اخد شهادات. في ملايين شهادات خدناها وممكن تبقى مرميه ملهاش لازمه. الخبره والتعامل ونقل المعرفه اهم من اي حاجه. انا دي وجهه نظري ووجهه نظر ايمرج افريكا، وانا اقنعتهم ان احنا نعمل حاجه بالعربي كده. بالشهادات الدكتور جلال كان بيعاني معانا الفتره اللي فاتت دي كده عشان نعمل حاجه زي دي. فيا رب تعجبكم ان شاء الله، ان شاء الله هنستمر معاكم، وان شاء الله الفتره القادمه هيبقى في وجه جديد من ايمرج افريكا بالعربي. ولو في اي حد من حضور الكرام شايف اننا مثلا مقصرين في حاجه او في حاجه عاوزين نعدلها او في افكار كويسه احنا بنساعدها نقدر نعملها مع بعض، يبعتها لي وانا تحت امره. انا شيرت الرقم الشخصي بتاعي على الواتساب، في اي وقت حد يتواصل معايا وانا موجود تحت امركم ان شاء الله. ويا رب نكون ضيوف خفاف عليكم. وشكرا لحضرتك دكتور جلال، شكرا لكل الحضور الكرام. يا جماعه الورشه مسجله على اليوتيوب تشانل، التشانل بتاعتنا بتاعت اليوتيوب، انا ببعتها لكم في كل واحد فيكم على طول في الايميل الشخصي بتاعنا. يا ريت الميل موجود في التليجرام وموجود في الجروب بتاع الفيسبوك، وكل المعلومات اللي انا بحطها بعيدها اكتر من مره. مدى تصدر الشهاده يا اخت فاطمه، احنا وضحنا الحدوته كلها بتاع الشهادات. احنا مهمتنا ان احنا دلوقتي الشهاده ان شاء الله لو حضرت الثلاث دورات كاملين الزوم بيسجل، واديت المهام اللي مطلوبه من حضرتك في كل دوره، ان شاء الله هيتم مقارنه بين الزوم وبين التقييم الانشطه اللي موجوده، اللي هي تعتبر حاجتين، التاسك اللي بتعمل على البادلت والتقييم للورشه. هيتم حضرتك الشهادة هيبقى بعد كده في أول شهر 10 إن شاء الله أو في نص 10. عشان كل حد اللي حاضر معايا، ناس كتير بتسأل شهادات وده بيدخل في الشات وبيعطل الناس وبيسبب قلق ليهم. فيا جماعة اللي عاوز شهادة يعني مش عاوز علم، واللي عاوز علم ما بيفكرش في الشهادة. هي دي معادلة بقى. أنا دكتور جلال ممكن يقول لي لأ وممكن يقول أه، فأنا دي قناعتي. أنا مع أنا مع القضيتين، بس يعملوا المهام المطلوبة منهم إن شاء الله بيحصلوا على الشهادات كلها. إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله عز وجل. شكرا لحضرتك دكتور جلال، شكرا لكل الحضور الكرام، يا رب تكون ضيوف خفاف عليكم، ونشوفكم إن شاء الله في ورش جديدة من إيمرج أفريكا بالعربي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على خير. نشوفكم على خير إن شاء الله.